الأرض لنا لمن يعملون فيها. بنسير ونبني بلدنا ونبني مجتمعنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحقيقة حلقة اليوم أعزائي المشاهدين متعلقة أيضا بالإنجازات الرائعة التي يحققها مركز البحوث الزراعية في جميع المجالات. النهاردة هنتكلم عن الذرة الشامية والتي تعتبر من محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر، وذلك لأهمية الذرة الشامية في تغذية الإنسان والحيوان والدواجن، فهي تدخل في صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل إلى 70%، وتشكل الأراضي الجديدة المستصلحة والمستزرعة حديثا جزءا هاما في خطة الدولة للتوسع الأفقي، ويمكن زراعة مساحات كبيرة من هذه الأراضي بالذرة الشامية وتقليل الكميات المستوردة من الخارج والتي تستخدم كأعلاف. ويعد نبات الذرة الشامية من النباتات ذو القيمة الغذائية العالية، ويسمى الذرة السكرية، وله العديد من الاستخدامات مما يجعله أحد أهم محاصيل الحبوب في العالم. ويحتل نبات الذرة الشامية المرتبة الثانية من حيث إنتاج الحبوب في العالم بعد القمح، بينما يحتل الأرز المرتبة الثالثة. وتعتبر هذه الغلات الثلاث هي المصدر الرئيسي للطاقة في غذاء الإنسان. والذرة الشامية لها استخدامات كثيرة، فحبوب الذرة يمكن طبخها ثم أكلها، ويمكن أيضا أن تستخدم هذه الحبوب في عمل المخبوزات ومتبلات السلطة والأطعمة الأخرى، كما تستخدم كميات كبيرة من حبوب الذرة الشامية وأجزاء النبات الأخرى كغذاء للحيوانات. الدولة خلال الفترة الأخيرة بدأت تولي اهتمام كبير بمحصول الذرة سواء الرفيعة أو الشامية، وده اللي كاميرا في محافظة رصدته نزلت ورصدته في برنامج صوت الفلاح في محافظة كفر الشيخ من خلال اليوم الحقلي بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية. وكان لينا هناك مجموعة من اللقاءات هنشوفها خلال حلقتنا النهاردة، اللي هيكون ضيفنا فيها كل من الأستاذ الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والأستاذ الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لشؤون المحطات والبحوث. فتابعونا وهنشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع وضيوفنا الكرام بعد هذا الفصل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأنا بشكر أخويا وزميلي الدكتور محمد سليمان وأستاذنا الدكتور عبد معبود والدكتور عفيفي والدكتور خالد وحضراتكم جميعا وكل زملائنا مديرين المعاهد في مركز البحوث الزراعية وزمايلي في الإرشاد الزراعي وزملائنا مدير مديريات الزراعة اللي حاضرين معنا النهاردة. أنا حقيقة سعيد، وأنا أصلا ابن المحاصيل، يعني أنا تخصصي محاصيل بس كنت بشتغل على القمح، والنهاردة سعيد أكثر، وكل يوم أنا بروح في محافظة من المحافظات بقى سعيد. أنا الأسبوع اللي فات كنت في إسنة وأرمنت والأقصر وإنة وسوهاج، شفت الحقول الإرشادية اللي معمولة للذرة الصفراء اللي حضراتكم وزميلنا عاملينها مع زميلنا من الجامعات وزميلنا في الإرشاد، شيء مشرف جدا. النهاردة النماذج اللي احنا شفناها برا ده شيء سعيد، ويمكن أنا كنت بتكلم مع أخويا وزميلي الدكتور عبد الحميد شحاتة قبل ما ندخل بقول له احنا سعداء بمعهد المحاصيل. فعلا ده حقيقة، لان معهد المحاصيل ليه سياسة واضحة من زمان مش من دلوقتي. مهما تغيرت الادارات، مهما تغيرت الانظمة، مهما تغير اي شيء، هو فيه سيستم موجود في معهد المحاصيل فعلا ماشيين عليه. فانا بشكر كل زمايلي اللي بيشتغلوا في برنامج القمح، برنامج الذرة والقمح ايضا والرز وكل البرامج البحثية اللي موجودة للنهوض بالمحاصيل الرئيسية في معهد المحاصيل، بشكرهم
ودايما يا رب يوفقنا جميعا ونتعاون كلنا مع بعض كل قطاعات الوزارة سواء كانت بحوث أو قطاعات خدمية أو قطاعات إرشادية، لأن ده مسؤوليتنا جميعا وهدفنا جميعا أن احنا نوصل أعلى إنتاجية من المحاصيل الرئيسية لأهلنا الفلاحين، ودورنا احنا كإرشاد مع زمايلي المهندسين الإرشاد أن احنا ازاي نتوسع وننشر الأصناف الجديدة اللي حضراتكم بتطلعوها. أنا بشكركم وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما نلتقي على خير ونلتقي دايما مع أصناف جديدة وهجن جديدة في كل المحاصيل من معهد المحاصيل. شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين، والواحد سعيد جدا انه بيشوف التقدم في برنامج الذرة والاصناف الجديدة اللي طالعة، وارجو من المستخدمي الذرة واللي بيستولدوها وخصوصا صناعة الدواجن ان هم يتجهوا الى الانتاج المحلي، لان الدولة ما تقدرش تمنع استيراد، ده ضد التجارة العالمية، ولكن هم يبقى عندهم حس وطني ويبتدوا ياخدوا الدور المحلي ويشيلوا عن الدولة الحرج انها تمنع الاستيراد. الدور المحلي بتاعنا انتاجنا ممكن يكفي، لو زرعنا المساحة اللي مكتوبة دي ممكن نطلع 10.5 مليون طن، ولو زرعنا وخدنا انتاج الفلاح هيتشجع ويزود انتاجه ونوصل ل 12 مليون طن بسهولة جدا. احنا بنستورد 8 دلوقتي، طب ليه ندعم المزارع الاجنبي؟ ليه ما نديش الفلوس للمزارع المصري؟ حتى لو كانت اغلى الفلوس هتبقى في مصر، والجنيه قيمته هترتفع والدولار هينزل قيمته، لكن طول ما احنا ماشيين على الاستيراد الجنيه هيبقى في ازمه والدولار هيزيد وهتبقى المشكله كبيره وهيسبب بطاله وخلافه. لكن لما اخلي فلوسي في مصر هخلق فرص عمل، هتقل البطالة، مش هحتاج بطيخ اللب اللي بيزرع دلوقتي بمساحات كبيرة عشان الناس وهي فاضية تقعد تأزأز. كل سنة وانتم طيبين، وأرجو يعني مستقبل جيد لمصر، وتحيا مصر. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما شفنا مع بعض طبعا الاحتفال بيوم حقل الذرة الشامية بمحطة البحوث بسخة بمحافظة كفر الشيخ، والحقيقة كان يوم رائع، وزي ما أنا قلت في بداية الحلقة النهاردة إنجاز جديد أو نجاح جديد اللي بيضاف لنجاحات مركز البحوث الزراعية في جميع المجالات. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالأستاذ الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لشؤون المحطات والبحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور جمال. أنا سعيد أن حضرتك بتشرفني لأول مرة في البرنامج، لكن دكتور محمد طبعا شرفني قبل كده. الحقيقة خلينا نتكلم على دكتور محمد بعد إذن حضرتك في البداية عن دور معهد بحوث المحاصيل الحقلية في استنباط الأصناف الجديدة، وبالذات اليوم الحقل الجميل اللي احنا شفناه الأسبوع الماضي يوم الذرة الشامية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا معهد المحاصيل الحقليه زي ما سيادتك عارف بيتضمن في اقسامه برامج التربيه، وبرامج التربيه دايما مستمره لاستنباط الجديد، والجديد من شروطه ان هو يتميز في انتاجيته عما سبقه، بالاضافه الى انه هو يجاري المشاكل الموجوده. زي ما سيادتك تعلم
في تغيرات مناخية موجودة، في شح مائي متوقع، في تملح، في حرارة عمال بتعلى. الكلام ده كله المربي لازم يحطه في الكونسبت بتاعته على أساس أنه يربي، وفي حسبانه أنه هو يربي لاستنباط أصناف جديدة. زي ما سيادتك ذكرت، كان فيه في الليدي أو يوم حقل في محطة بحوث سخة، كان يوم للذرة الشامي، والأسبوع الجاي إن شاء الله في يوم للرز. اللي محب يشوف أصناف الرز وما هو جديد في الرز، الأسبوع الجاي برضو في محطة بحوث سخة. سيادتك شفت الأصناف التجارية اللي بتتداول تجاريا واللي وصلها المزارع وعنده، وما هو جديد تحت التسجيل، أنهى مراحل تقييمه وجاهز لتسجيله ونزوله للمزارع. تمام. شفت حضرتك من ما هو مبكر من 90 يوم، ومعنى 90 يوم ان انا بنزل من 20 و 125 و 130 يوم ل 90 يوم، يعني معناها ان بوفر ريه وريتين على الاقل. تمام. وده الاتجاه اللي احنا طالبينه حاليا. وما هو متوسط في الماتوريتي 100 يوم و 105، وما هو 120 يوم. وشفت سيادتك الانتاجيه مع التبكير، الانتاجيه عاليه في الاصناف. شفت الاصفر وشفت الاحمر وشفت الدورة البيضة، وده كان واقع عملي الكل لمسه. وكنا حتى احنا وجهنا، هو كان الجديد بالنسبة لنا الحقيقة الدورة الحمراء دي، اول مرة الواحد يشوفها. والله هو الدورة، اصل انت عارف حضرتك الالوان بيتحكم فيها ثلاث صبغات، يا اما الانسوسيانين اللي هو بيديني اللون الاحمر اللي سيادتك شفته، او الكاروتين اللي هو بيديني اللون الاصفر اللي زي لون الجزر اللون الغامق، او الزانسوفيل اللي هو بيديني اللون الاصفر بس اللون اللي هو اقل درجه في تركيزه. الاحمر بنوصي به للدواجن اللي هو للتسمين، لانه هو بيأثر على لون السكن، لون الجلد بتاع الدواجن، ويبقى مرغوب. فاحنا بنشتغل في كل الاتجاهات وربنا يوفق. طيب يعني انتقل لحضرتك يا دكتور جمال، مفيش شك انه المحطات البحثيه ليها دور كبير جدا في تنفيذ هذه الابحاث. طبعا انا اعتقد بدون وجود المحطات البحثيه لا يمكن تنفيذ الأبحاث المتعلقة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية أو المعاهد الأخرى. ياريت يعني نتعرف، وحضرتك تعرف المشاهدين، عدد المحطات البحثية الموجودة على مستوى الجمهورية ودور هذه المحطات وعلاقة المحطة البحثية بالمعاهد المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هي المحطات البحوث الزراعية هي المطبخ أو المهد للبحث العلمي في مركز البحوث الزراعية. تمام. ووجدت المحطات البحوث الزراعية لأن رسالتها هي تلبية احتياجات وخطط التنمية الزراعية المستدامة اللي موجودة في وزارة الزراعة لتنمية الانتاج النباتي والانتاج الحيواني بصفة عامة، وده من خلال آليات البحث العلمي اللي هي بتنفذ عن طريق الخطط والبرامج البحثية لجميع المعاهد والمعامل المركزية اللي موجودة في مركز البحوث الزراعية، بهدف زيادة الانتاجية من وحدة المساحة، زيادة دخل المزارع، تحسين مستوى المعيشة ليه. تمام. احنا دلوقتي في الإدارة المركزية للمحطات يتبعها 53 محطة بحثية مختلفة، منها 32 محطة بحثية تخص الانتاج الزراعي أو النباتي، وعندنا 11 محطة بحثية للانتاج الحيواني، وتسع محطات بحثية للانتاج النباتي الانتاج البستاني، بالإضافة إلى 23 إدارة تنفيذ تجارب. كل ده بيعمل على تنفيذ البرامج البحثية للمعاهد المختلفة في هذه المحطات، بداية من هنقول من محطة بحوث العريش ومرسى مطروح شمالا حتى تشكى وشرق العوينات. تمام. جنوبا. تمام. واخبر حضرتك، وهذه المحطة بيمثل فيها المحطات جميعا، يعني جميع المعاهد البحثية المختلفة بتنفيذ البرامج البحثية بتاعتها، ودور المحطات البحثية أيضا بتوفر البنية التحتية. يعني نقدر نقول المحطة عبارة عن مركز بحوث زراعية على مستوى مصغر. إن المحطات دي فيها حوالي 85% من القوة البشرية أو الكوادر البحثية الموجودة في المركز. تمام. موجود في المحطات، ولكن المعاهد اللي موجودة في القاهرة دي يعني نقول اداريا او اشرافيا، ولكن الباحثين اللي موجودين في المحطات هم هو ده المكان الطبيعي المحطات. لان حضرتك زي ما شفت انت في سخة بيقول هجين ده كذا، ده طالع من سلالة سخة،
ده سيتس، ده الجميزة نسبة إلى المحطة اللي بيجروا فيها الشغل ده يعني. فأنا عاوز أقول يعني محطات البحوث دي، وبعدين إحنا محطات البحوث دي المنتشرة بتمثل أقاليم مناخية مختلفة. تمام. يعني عندنا 10 أقاليم مناخية أو 10 محطات إقليمية ما بين شمال الدلتا، وسط الدلتا، شرق الدلتا، غرب الدلتا، مصر الوسطى، مصر العليا. يعني بتمثل أقاليم مناخية. دي ليه بقى؟ علشان كل محطة بيجي فيدباك من الإرشاد، فكل معهد بيحط الخطط بتاعته طبقا للمشاكل اللي موجودة في المنطقة، إن إحنا موجودين لحل هذه المشاكل، واخد بال حضرتك، ونوجد حلول للمزارع وإزاي يتغلب على المشاكل اللي بتواجهه، سواء في الأرض، في المية، في الأمراض، في الحشرات، الحاجات دي كلها. بس هل هذه المحطات متخصصة يا دكتور جمال؟ بمعنى حضرتك قلت محطة مثلا بساتين، تمام، هي متخصصة المحاصيل البستانية فقط؟ تمام يا فندم. أيوة. والمحاصيل الحقلية أو المحاصيل الأخرى برضو متخصصة؟ تخصصة كل محطة يعني فيها تخصص. مش ممكن يبقى فيه بساتين ومحاصيل حق. تمام. عندنا احنا دلوقتي الانتاج الحيواني برضو محطات. تمام. عندنا المحطات زي ما قلت سعادتك متخصصة، اللي هما 32 محطة بحثية دول للمحاصيل الحقلية، 11 محطة بحثية للإنتاج الحيواني، 9 محطات للبساتين، محطات بساتين، وخبر حضرتك. أنا عاوز أقول يعني إيه، كل محطة فيها التخصصات بتاعتها، المعاهد الممثلة ليها، ولكن في بعض المحطات عندنا الجديدة اللي هي أنشئت حديثا اسمها محطة ثلاثية الأغراض، فيها محاصيل حقلية وبستانية وإنتاج حيواني. واحنا دلوقتي بصدد دلوقتي الانتهاء من محطتين جداد، محطة جنوب سيناء في رأس سدر في وادي مكتب، ومحطة غرب السويس، محطتين بحثيتين جداد يعني. وماذا عن محطة العريش؟ محطة العريش طبعا، محطة العريش دي محطة برضو واعدة وبتمثل برضو لنا ركن أساسي كبير، ولكن نظر الظروف الأمنية دلوقتي بدأ يقل فيها الشغل شوية يعني، يعني في ظروف أمنية احتياطات فقللنا فيها الشغل شوية يعني. طيب دكتور محمد، ما فيش شك انه استنباط الاصناف الجديده والدور اللي انتم بتقوموا بيه ده دور رائع، هي مش في الذره الشاميه فقط ولكن في المحاصيل المختلفه، ولكن دور الارشاد الزراعي مهم بقى في هذا المجال، لان انا ما استنبط اصناف جديده دون ان تصل هذه الاصناف للمزارع يبقى معلش المجهود اللي انا عملته لم يكتمل، صح ولا لا؟ تمام. ايه العلاقه اللي بينكم وبين الارشاد الزراعي لوصول هذه الاصناف والهجن الجديده للمزارع؟ بص حضرتك، زي ما ذكر الدكتور جمال دلوقتي ان المحطات هي المهد. يعني ايه المهد؟ الهجين اول ما بتولد في المحطة. طبعا عشان خاطر اقول ان انا استنبطت صنف جديد او هجين جديد، سيادتك لا تتخيل حجم الشغل والميزانية والمدة. يعني اقل صنف. لا انا مش عاوز اتخيل، أنا عارف، بس يا ريت حضرتك تقول ده بالتفصيل علشان المشاهدين واللي بيضربوا في مركز البحوث الزراعية يعرفوا دور المركز والشغل اللي بيعمله المركز ومعاهده المختلفه، وبصفه خاصه معهد بحوث المحاصيل الحقليه، ويشوفوا الباحثين العلماء اللي موجودين في مركز بحوث زراعيه بيعملوا ايه. يعني يا ريت حضرتك تقول الكلام ده بالتفصيل عشان المشاهد يكون معانا. يا فندم انت لو شفت الصنف الوقت اقل مده للصنف او للهجين عشان خاطر يخرج 10 سنين، ده المينيمم، الحد الادنى. في العشر سنين دي ما يبذل من جهد وما يبذل من ميزانية، وبعد العشر سنين ممكن الصنف ده ترميه وتقول انه ما ينفعش ان انا اسجله كصنف جديد بعد كل المجهود. يمشي معاك كويس ومحصوله كويس وواعد وانت متنبئه، وبعد العشر سنين تبص تلاقيه استحدث مرض او حشرة واتضرب مرض وانت تلغيه، وتلغيه وانت قلبك جامد، لانك مش هتنزل للمزارع ولا هتنزل السوق صنف الناس تهاجمك بيه. تمام. لازم تنزل الصنف وانت متاكد ان الصنف او الهجين ده هيتفوق وينافس. دي لان ده منديت، ده المنديت بتاع مركز الزراعي، ده المنديت بتاع المركز. تمام. المنديت بتاع المعهد ان انا اطلع الصنف الجديد. ما بطلعش الصنف الجديد وبس، انا بطلع الصنف الجديد بعد 10 سنين، وبعد كده ببتدي اختبر واشوف الاستابيليتي بتاعته على مستوى الجمهوريه في المحطات اللي ذكرها الدكتور جمال. وبعد المحطات انزله محافظات تحت ظروف المزارع نفسه عشان خاطر اتاكد ان الصنف ده ستيبل وان محصوله جيد. بعد كده بنبتدي نعمل له حقول ارشاديه، ودي الحلقه اللي بشتغل فيها مع جهاز الارشاد، سواء الاداره المركزيه للارشاد او قطاع الارشاد. دي الحلقه الاخيره اللي هو ما دار
في داخل محطات البحوث ومعاهده المختلفة ومركز البحوث الزراعية إزاي يوصل للمزارع من خلال التكنولوجيا ترانسفير والحملات القومية. يعني إيه؟ يعني أنا المرشد بحط إيده في إيد الباحث، فببتدي سيادتك أعرف المزارع وأعرف جهات الاهتمام، الجهات المعنية بالصنف، وأعرف الشركات اللي بتعتمد على التأول الأساسي اللي بتاخدها مركز بحوث زراعية للأصناف الجديدة. هذا الصنف هو على أرض الواقع، تعالوا شوفوه زي ما سيادتك شفت في يوم الحقل كان موجود المعنيين بمختلفهم، سواء كانت إدارة مركزية للإنتاج كجهة حكومية، إدارة مركزية للفحص والاعتماد تشوف هي الشغل ده تم ازاي، ولما والتفتيش الحقل اللي عملوه تم ازاي، سواء كان المزارعين، سواء كان شركات القطاع الخاص، أساتذة الجامعة، معهد الأمراض، معهد الوقاية، الإرشاد الزراعي. بنحط ايدينا في ايدين بعض، ببص شوف هذا الصنف موجود على ارض الواقع. كل شركه بتحط عينها كقطاع خاص على الصنف والهجين قبل ما يتولد، تقول لك انا عايزه ده، انا هاخد تاول اساس من ده. الاداره المركزيه لكل مكشوف قدامها، لان دي جهه حكوميه لازم تستوفي الاول احتياجاتها من تاول، وهي ليها الاولويه طبعا. وهي لها الاولويه طبعا. كجهه حكوميه طبعا. داعمه بعض المزارعين سيادتك بيحضروا يوم الحقل وبيشوف بعينه المزارع المصري حاليا يا دكتور حامد بيجي يسأل على اللي لسه ما تسجلش ودنه مع البحوث حاليا، بيقول لك الجديد ايه اللي انتاجيته عاليه، ده الجهد اللي بياخده الصنف عشان خاطر تطمن وتوصل مزارع. زي ما سيادتك قلت، بعد كل الجهد ده وبعد اللي لمسه القاصي والداني من الاصناف الموجوده سواء كانت في القمح او في الذره، تبص تلاقي واحد يقول لك ده المركز البحوث ما عملش حاجه، او ما عدوا فين اصنافهم. اسال اصغر فلاح على مستوى الجمهوريه. لا يا فندم احنا بنرد عليه يا فندم. يسال اصغر فلاح على مستوى الجمهوريه يقول له الاصناف اللي عندك منين. طيب بس اسمحك ناخد اولى المداخلات معانا. الحاج سيد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. هي النكت حضرتك اللي نزلت النهارده بيقولوا انهم من شرق وسط الدلتا، وحضرتك من الملكيه والتصرف بالهيئه والجهاز المركزي للمحاسبات. تمام. وبسأله مهندس اسمه البشمهندس صلاح حامد. رقم تليفوني. لا مش هتقولي على الهوا، مش هتقولي على الهوا حاج سيد. انا بس اللي يعنيني انه ان فعلا بدات المشكله تتحل وبدات لجان تنزل. ما وصلناش معاهم برضه الحل، ما عرفناش هيعملوا ايه يا دكتور. طيب انا هتابع معاك بعد الهوا، انا هتصل بيك واخد اسماء اللجنه وهتصل بيهم ونشوف وان شاء الله المشكله تتحل. ما حضرتك يعني كنت قلت من حاضر. داخله يعني. حاضر حاضر. شكرا شكرا حاج سيد. اتفضل يا دكتور محمد. فانت سيادتك شفت يعني اذا مجهود رائع ومجهود كبير جدا بيبذله الباحث او الباحثين في المعاهد المختلفه عشان نوصل لصنف معين في اي محصول، سواء كان المحاصيل موجوده، سواء كان الذره، سواء كان القمح، سواء كان الفول، جميع المحاصيل. انت سيادتك كنت موجود وشفت الانطباع والتعليق اللي تم سواء من اساتذه الجامعه او من الشركات الخاصه، لكن ده جهد وجهد غير عادي. وبعد المده اللي قلت لسيادتك عليها، لو ما استقرش الباحث وضميره للصنف بقول لا انا مش هنزل بالصنف، مش هسجله طبعا لصنف جديد. بيتسجل بياخد بقى الجهد اللي هو الارشادي اللي سيادتك قلت عليه والدعايه عشان خاطر يعرفوا المزارع. ومش صنفه بس، ده بنشتغل على حزم التوصيات الفنيه اللي تحقق، اللي تخلي الصنف يعبر عن نفسه، اللي هي تديني اقصى انتاجيه ممكنه. يعني المزارع لو التزم بالتوصيه الفنيه اللي الباحث بيقولها له هيحقق يصل لاعلى انتاجيه. ايوه فندم، لان انت متوسط عام 24 اردب. حقول الارشاديه القطع اللي سيادتك شفتها والحقول الارشاديه تتخطى ال 30 اردب، اكتر من 30. لما اتكلم صح. انا من 3.4 من 10 طن للفدان وانا عندي 4.5 طن، يبقى انا بهدر اكتر من طن. لو ضربته في المساحه يديك الفرق على مستوى الجمهوريه قد ايه. احنا محتاجين لكل حبه ذره. سيادتك تعلم ما حدث بالنسبه للدولار واسعاره. المفروض نبقى مستقلين طبعا. المفروض نعتمد على انتاجنا المحلي ونزود اكتفائنا الذاتي. ده هيتم بالوعي مع المزارع، هيتم بنشر الاصناف الجديده، هيتم بتحقيق المنافسه العادله بين الذره والرز. تمام. دكتور جمال، لما نتكلم على المحطات البحثيه وحضرتك قلت يعني في 32 محطه على مستوى الجمهوريه محاصيل حقليه. في وطبعا دي موزعه اقليميا يعني تقريبا في جميع المحافظات. تمام. طيب دور المحطه بقى في في في, في خدمه البيئه او في خدمه المحافظه، لان ده مهم جدا، لان انا عاوز المواطن يشعر
بدور المحطة البحثية وعلاقتها بيه وإيه الخدمات اللي بتقدمها له؟ اتفضل. هو حضرتك زي ما أنا قلت كده، إحنا طبعاً المحطات دي بتعتبر مركز بحثي إرشادي تدريبي، بمعنى مركز بحثي بتنفذ التجارب البحثية أو البرامج البحثية المعتمدة من المعاهد عن طريق الزملاء الباحثين اللي موجودين. مركز إرشادي، أن دلوقتي زي ما شفت كده في محطة بحوث سخا يوم الحق كان في مزارعين وكان في مرشدين وخصائيين زراعيين. تمام. فإحنا كل يوم حق في جميع المحاصيل على مستوى جميع المحطات بندعو كبار المزارعين والمهتمين بالزراعة، سواء حكوميين وغير حكوميين أو شركات وغيرهم. تمام. بنعتبر ده حاجة ديمونستريشن، حاجة عرض للجديد عندنا. شوفوا الصنف اللي عندنا، شوفوا المعاملات اللي بنعملها، وشوفوا الإنتاجية، وهو بيشوف ويقارن باللي عنده بره، باللي موجود عنده وعند إيه جيرانه. دي حاجة. الحاجة التانية بيقوم بيها برضو إرشادي، احنا عندنا قاعدة بيانات في كل المحطات عن طريق المعاهد المختلفة، فبيجي الفلاح دلوقتي عارف مكان محطة البحوث فين، فبيجي معاه مشكلة، سواء مشكلة بالصنف أو مشكلة تتعلق بالتربة أو تتعلق بالمية أو مشكلة حشرية أو مشكلة مرضية، وبيجيب العينة عندنا أو يجي يستفسر. الزملاء الموجودين بيقدموا له الخدمة الإرشادية دي، المعلومة، لأن موجودين كل الكوادر البحثية في كل موجودين ومنفذة فعليا. وخبرك دي الإرشادية. التدريبية، أن احنا بنقوم دايما عن طريق المعاهد المختلفة والحملات القومية والبرامج التدريبية المعتمدة، بنعمل عندنا قاعات إرشادية عندنا تدريبية ومجهزة، بنعمل تدريب للمرشدين والإخصائيين. المرشد بياخد المعلومة وبالتالي بينقلها، يروح ينقلها للمزارع أو الفلاح في الحقل، لأن دي كلها عندنا إحنا يعني نتائج تطبيقية بغرض خدمة المزارع. زي ما قلت لسعادتك، أنا بشتغل على المشاكل في الإقليم. تمام. ودي جيالي الفيدباك، جيالي من الإرشاد من المرشدين دي. فإحنا مع المزارع سواء في المحطات البحثية اللي موجودة أو في إدارات تنفيذ التجارب. إحنا عندنا 23 إدارة موزعة في المحافظات كلها. الإدارة دي فيها إيه سعادتك بقى؟ فيها منافذ، فنافذ بيع بنعرض فيها منتجات الأصناف والهجن والسلالات الجديدة بتاعت مركز البحوث الزراعية، بنقدمها للمزارع. تمام. وبنعلن عنها. طيب، هل في خدمات بقى بتقدمها المحطة للمواطن العادي على سبيل المثال مثلا في الانتاج الحيواني؟ ايوه يا فندم. محطات الانتاج الحيواني دي وجدت علشان تعمل على تربية وانتاج سلالات جديدة محسنة، سواء سلالات جديدة مستوردة او محسنة عن طريق التلقيح الصناعي للسلالات الجيدة اللي جاية من الخارج. وفي عرض دلوقتي، يعني كل فترة بنعمل ايه عرض للمنتج اللي عندنا، للسلالات يعني النتاج الجديد اللي طالع، وفي كبار المزارعين بياخدوه او صغار المزارعين، سواء للابقار او الجاموس او الاغنام او الماعز، موجود دلوقتي. هل المحطات بتقوم بتسمين بعض الحيوانات مثلا وذبحها وبيعها للمواطن باسعار يعني مناسبه؟ تمام طبعا، لان دي برضه نقطه مهمه جدا. ايوه، احنا دلوقتي طبعا طلب مننا في الوزاره ان احنا نعمل حصر بجميع الحيوانات المعده للبيع كاضاحي، وعملنا لها حصر اللي هي طبعا دي قبلها بست شهور سبع شهور بنختار الحيوانات دي ونبدا نسمي فيها بطريقه معينه علشان تيجي في هذا الوقت تكون وصلت الاوزان المحدوده. طيب. المنتجه. واحنا عملنا حصر وحطينا اسعار عن طريق الوزاره وموجوده في جميع المحطات. طب نستكمل هذه النقطه لانها نقطه مهمه جدا دكتور جمال، لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظرونا. بشرى سارة لمربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان، جمعية الإسكندرية التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية، تعلن عن فتح باب الحجز لعجول بقري وارد البرازيل، عالية التحويل للتربية، أوزان 250 كيلوغرام إلى 270 كيلوغرام، وصول أول أغسطس وتسليم آخر أغسطس، كما يتوفر لدينا عجلات أشار عمر 27 شهر.
العشر من 4 إلى 6 شهور من النوع هولشتاين من ألمانيا الغربية بسعر 27,000 جنيه، والحد الأدنى لإدرار اللبن في العام 8200 لتر. بادر بالحجز ب50% دفعة والباقي عند الاستلام. الحجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المشقة لازم أنضفها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفها. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأرحب أيضا بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور محمد سليمان والأستاذ الدكتور جمال سرحان. برحب بحضراتكم مرة أخرى. معنا على الهاتف الحاج جمعة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج جمعة. ازيك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، اتفضل. ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور حامد الواحد يعني بيسعد لما بيشوف البرنامج بتاع سعادتك وقناة مصر الزراعية، المنبر الوحيد دلوقتي للفلاح في كل حاجة. واحنا حقيقي موضوع الذرة الصفراء والذرة البيضاء والذرة عمومي، المفروض ان احنا فعلا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الذرة، بدل زي ما قال الدكتور الفاضل، بدل دكتور محمد تمام كذا والحاجات والرز اللي تمام يعني زرعين بكثافة وبياخدوا مية وبياخدوا كذا. بس يعني لي اقتراح كده او تعليق. تفضل يا حاج جمعة. انت عارف يا دكتور حامد انه من سنة 83-84 ما تعينش مهندس زراعي في وزارة الزراعة، يعني كل اللي شغالين بيهم الناس اللي هم يعني اللي 55-57 كده، ما فيش حاجات حديثة يعني. فالإرشاد عدده قليل وعدده يعني الله يكون بعونهم، يعني بيقاوموا ما بيقدروا اللي يقدروا عليه. أنا عايز يكون إن شاء الله النظام الحديث يكون قناة مصر الزراعية هي المنبر الوحيد لنشر ثقافة أو وجود أصناف حديثة. ما هو احنا بنعمل كده يا حاج جمعة، ما هو برنامجنا النهاردة بيتكلم على الأصناف الجديدة في الذرة الشمالية. أنا هتكلم على حاجة، الفلاح بيحب يشوف الأرض على الطبيعة. طبعا هم بيعملوا حقول إرشادية، ينتج التلفزيون مصر الزراعية ويصور الحقول الإرشادية تمام بكل المحافظات، الأرض الترابية، الأرض الطينية، الأرض الصعيد الجنوب، الأرض البحري، هل دي بصح في إيه، وينقل على التلفزيون، بحيث إن الفلاح دلوقتي أصبح قناة مصر الزراعية هي المنبر الأساسي له. لانه طبعا الارشاد برضو يعني مع احترامي للارشاد مش قادر يغطي المناطق. فهو الفلاح بيحب يشوف، والفلاح اللي زرع الصنف هيتكلم حط له ايه وعمل ايه وتاجه ازاي والمحصول ايه. دي عايزين نكون ان شاء الله في الايام اللي جايه يكون جميع الحقول الارشاديه تصور وتعرض على التلفزيون. الناحيه الثانيه دكتور حامد بخصوص التسويق، التسويق احنا عايزين الحكومة تبقى جادة في تسويق المحاصيل. لغاية النهاردة لم يسوقوا او تحط السعر. عارف الحكومة لما تسوق حتى ربع الكمية
بتبقى منافس للتاجر، منافس للتاجر. أكيد طبعا. لما بتسوق الرز بيبقى منافس للتاجر، لكن لما الحكومة بتروح ما بتسوقش خالص، التاجر بيستغل، بيتحكم بقى وبيعمل اللي هو عاوزه. بيعمل اللي هو عايزه، زي موضوع الرز. لم الرز يا دكتور حامد التجار وحطوه في المخازن وراحوا باعوه ب 4000 و5000، والوزير صار عندك حق، ربنا يبارك فيه، صدر عندك الرز حق. وبعدين استورد بس خد بالك يا حاج جمعه، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ويمكن انا بقول الكلام دوت في لقاءات كتير، ان هذه المشاكل وزاره الزراعه ملهاش علاقه بيها. التسويق مش دور وزاره الزراعه، وزاره الزراعه يا جماعه وزاره انتاج، وزاره انتاج، لكن التموين بقى يشتغل وزاره التجاره تشتغل. حامد انا كلامي لوزير التموين. تمام، برافو عليك، هو ده الصح. التموين اللي صدر الرز وبعدين استورد رز، هو ينفع يا حاج جمعه؟ هو وزير التموين هيلاقيها منين ولا منين؟ كفايه اللي هو فيه يا دكتور حامد. ازاي ما كفايه الفساد اللي حصل في القمح؟ ما كفايه القمح يا دكتور حامد. انا معاك طبعا طبعا يا دكتور حامد طبعاً. وزير التومين في وادي ووزاره الزراعه في وادي. وزير التومين ما ياخدش قرار الا لما يرجع لوزير الزراعه. وزير التومين ما يتحكمش في محصول الفلاح الا لما يرجع لوزير. ده بيستورد السكر، والسكر مال المصانع يا ناس. لا لا، في حاجات كتيره، في حاجات كتيره يا حاج جمعه، في حاجات كتيره. لا لا لا، وهو مجلس النواب الحقيقه هيحاسبه يوم الاثنين، يعني اما نشوف النتيجه ايه. يطور الحقول ويعرضها على التلفزيون ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا دكتور. طيب انا طبعا سعيد حاج جمعه ان حضرتك بتقول انه اصبحت قناه مصر الزراعيه هي الملاذ الوحيد للفلاح. انا عاوز اقول لحضرتك مش في الزراعه بس، في جميع المجالات. يعني انا احد المزارعين يا حاج جمعه اتصل بيا والله الصبح، عنده مشكله في الوحده الصحيه، بيقول لي الساعه 12 دلوقتي وابني مريض، ورحت الوحده الصحيه والدكتور البيت دكتور ما جاش، الطبيب مش موجود. يعني اصبح حتى الفلاح في مشاكله الاخرى غير الزراعه بيلجا لقناه مصر الزراعيه، وده شيء يسعدنا لان احنا لازم ننقل صوته يا دكتور حامد. مين هيسمع صوت الفلاح غير ولي امره؟ تمام، ولاد امرنا يعني. انا معاك، ولي امري هو اللي هيسمع صوتي، انما هل وزير التموين هيسمع صوتي؟ هل المحافظ هيسمع صوتي؟ اللي هيسمع صوتي ولي الامر، وانا بعتبر ولي الامر للمزارعين هي قناه مصر الزراعيه، واحنا متحملين هذه المسؤوليه يا حاج جمعه. لا تحت امرك، 100% من المزارعين ده واجبنا، قناه مصر الزراعيه ده واجبنا يا حاج جمعه. بنشكرك جدا، بنشكرك. معانا الحاج احمد جريده من الدقيليه. الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حاج احمد. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. سلام على الدكاتره الضيوف. بيسلموا عليك، اتفضل يا حاجة. احنا اللي بنتكلم ليه ما بقاش ارشاد حقول، ارشاد حقول على مستوى الجمهورية في كل المحاصيل؟ عايزين كل المحاصيل، ما بقاش في استراتيجية. لا قول لي قول لي قول لي محصول معين يا حاج احمد، مش عاوزين الكلام العام، انت عارف انا ما بحبش الكلام العام. قول لي ايه المحصول اللي ما فيهوش حقول ارشادية؟ انا بقترح يا برضه يا دكتور رأيي يعني، اقترح يعني اقترح. بيحصل برضه فكر جديد ولا حاجه يسمعوه برضه. طيب اتفضل. يعني بلاش ليه كل فريق على كل محصول زي محصول الفول برضه. الناس بتبقى عارفه على مستوى الجمهوريه عادي بنستورد فول من الدول، واحنا عندنا الارض الزراعيه، واحنا بلد زراعيه ما بنستوردش فول ولا نستورد في حاجات كده كتير. احنا عاوزين كل في فريق عمل على كل محصول، وكل فريق يتحاسب بان هو جاب انتاجيه. وفي حاجه ثانيه برضه يا دكتور، عن في نستنبت حبوب حبات الرز ما تاخدش مياه كثيره، في عايزين نستنبت في نستنبت حبات رز. الصوت مش واضح يا حاج احمد. نعم، الصوت مش واضح قوي، اتفضل. عشان الناس تزرع رز. وبنتكلم على الثروه الحيوانيه برضه. احنا بنسمع الدعايات على قناه مصر الزراعيه ان الماشيه ب 27000. ليه ما يبقاش في تخفيض اسعار شويه عشان كل الفلاحين يبقى عندها الثروه الحيوانيه اللي جت، ويبقى في نشاط على مستوى الجمهوريه. حاضر يا حاج احمد، حاضر. اسعار غاليه قوي يا دكتور. حاضر، هنشوف وجهه نظر ضيوفنا في هذه الاقتراحات. نشكرك يا حاج احمد. هنشوف مع بعض اعزائي المشاهدين دلوقتي يعني كلمه الدكتور عبد الحميد شحاته رئيس الاداره المركزيه لانتاج التقاوي
في يوم حقل الذرة الشمين. بشكر مجهود جميع الزملاء الباحثين في استنباط الأصناف الجديدة، وبيبقى سنويا النهاردة بيبقى يوم عيد لكل العاملين في إنتاج الذرة الشمين. بالنسبة للإدارة المركزية، لو جينا الهدف من إنشاء الإدارة المركزية هي إكسار الأصناف التي يستنبطها مركز البحوث الزراعية بكافة معاهده. فلما أنا باجي النهاردة بشوف الأصناف وبنركز ونتفق مع الزملاء ونقول لهم الصنف ده ناتج على الطبيعة، كمشاهدة على الطبيعة لهم الصنف ده ممتاز، نبدأ على طول إجراءات بعد تسجيله، بنبدأ إجراءات على طول إكسار هذا الصنف ونشره على جميع المزارعين. وهم بالتالي المركز البحوث الزراعية أو معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم الذرة بيقوم بعمل حقول مشاهدات لهذه الأصناف الجديدة لتعريف المزارعين إيه الفرق بين الصنف الجديد ده والأصناف التانية، فيبقى في تعاون مشترك. إحنا بنعمل إكسار وبنوفر التقاوي لجملة المزارعين، وفي نفس الوقت في عملية إرشاد من قبل القسم المستنبط للصنف لتعريف المزارع بالأصناف دي. وزي ما انت حضرتك شايف النهارده يمكن في دعوه للمزارعين بيجوا يشوفوا الاصناف على الطبيعه وبيقيمهم، وكل مزارع ده مش مزارعين بس، ده شركات الانتاج بتيجي تشوف، وكل شركه انتاج بتركز على صنف معين تقول لا ده اللي انا محتاجاه. فالتنوع ده، وبعدين الملاحظ او اللافت للنظر هنا ان مش محطه بحثيه واحده، يعني في عندنا من سخة، في هجن من الجميزة، في هجن من ملاوي، في هجن من ستس، تقريبا جميع المحطات البحثية بكل الهجن اللي هي مستنبطاها بيجي في يوم الحقل النهاردة وتعرضها على جميع الناس، سواء مزارعين سواء شركات انتاج تقاوي سواء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، على أساس تقوم بالمرحلة الثانية من إكسار هذه الأصناف. بس هل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بيبقى عندها القدرة على توفير التقاوي اللازمة لإنتاج المساحات الكبيرة المستهدفة إن شاء الله في المواسم القادمة؟ هو سيادتك، لو أنا أقول لسيادتك على رقم معين، أنا بنتج من 65% ل70% من إنتاج تقاوي القمح على مستوى الجمهورية. ده رقم. اما جاي في القطن انا بنتج 100% من تقاوي القطن على مستوى الجمهوريه. اما باجي في الذره بقى، مشكله الذره ان انا عندي اكتر من 240 شركه تقوم بانتاج الذره الشاميه. الشركات لها حريه اكتر مني في مجالات كتير، في الاعلان، في الحوافز، في العملات، في الكلام ده كله والامكانيات. فعشان كده بيبقى احنا دورنا، سواء المزارع خد من شركة معتمدة أو خد من الإدارة، دورنا إن الصنف الجديد ده المستنبط ده يوصل المزارع يزود الإنتاجية، مش مشكلة هو خد من مين. فعشان كده في تكامل جامد، مش منافسة الحمد لله، بين الإدارة المركزية وشركات إنتاج التقاوي والمعاهد المختصة في هذا. إن مهمتنا كلنا جميعا إن احنا نوصل الصنف الجديد الجيد اللي هو مقاوم للأمراض والحشرات للمزارع إن هو يزرعه، لأن كل مزارع إن هيزود بس أردبين في حقله، يبقى لما تضرب أردبين في 2 مليون فدان مثلا في الذرة ويتزرعوا، يبقى ادينا 4 مليون أردب من غير ما زود المساحة. فديت هدف قومي بنسعى له جميعا، نسعى للشركات ان هي تطلع الأصناف، بس يكون فيه الإنتاج صح لهذه الأصناف. بنسعى للمزارع ياخده، بنزرع دلوقتي الحاجة تانية تسويق هذا المنتج، لان بدون تسويق المزارع ولا هياخد تقاوي، بدون تسويق المزارع مش هينتشر عنده الاصناف الجديده، فديت بيبقى معوض. فلازم يسوق السلعه للمزارع بسعر مجزي بحيث ان هو ممكن يزرعه. التسويق بالنسبه للحاصلات الزراعيه بالنسبه للفلاح ده مهم جدا، بصرف النظر عن الذره الشاميه او اي محصول، لان التسويق ووضع سعر مجزي للفلاح هو اللي هيشجعه على الزراعه. يعني لازم نكون صراحة في هذه النقطة بالذات. بس أكيد الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ليها دور في الحفاظ على توازن أسعار التقاوي بالنسبة للشركات، فده دور مهم جدا. أقول لسيادتك حاجة، إن لولا الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في مصر لكانت أسعار التقاوي في مصر 3 أضعاف على الأقل للمزارع. كل الشركات بتنظر لسعر الإدارة المركزية، حتى لما بتيجي تزود على التقاوي بتزود بنسبة بسيطة جدا خوفا ان هي ما تبيعش. فعشان كده هي رمانة ميزان في السوق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، رمانة ميزان، واحنا بنحدد السعر طبقا للتكلفة. وبالتالي لما الشركات بتزود الجزء اللي هي
اللي هي ممكن تربحه او يعني ان هي ما تقدرش تزود على المزارع اسعار كبيره جدا للتقاوش. الحقيقه احنا شفنا كلمه الدكتور عبد الحميد شحاته رئيس الاداره المركزيه للانتاج التقاوي وتتوافق تماما مع الكلام اللي حضراتكم قلتوه، وبصفه خاصه بالنسبه لموضوع انتاج التقاوي ودور هذه الاداره في ان هي تحافظ على التوازن السعري في انتاج التقاوي، لان طبعا في شركات كثيره جدا بتنتج هذه التقاوي. واضح يعني اعتقد ان احنا كلنا بنعمل كفريق عمل متكامل، سواء كانت معهد بحوث المحاصيل الحقليه، المحطات البحثية، الإدارة المركزية، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، كل هذه الجهات بتعمل كفريق عمل متكامل من أجل خدمة الفلاح المصري. لكن هل لك تعليق يا دكتور محمد على الكلام اللي قاله الحاج جمعة الحال المتعلق بالإرشاد؟ والله هو أنا أولا بشكر الحس الطيب والمتابعة بالنسبة للحاج جمعة، يعني ده نموذج احنا عايزينه، يتابع ما هو جديد ويتابع القناة الزراعية ويتكلم كراجل مطلع عن ما هو جديد. طبعا الحاج جمعة محق ان جهاز الارشاد الزراعي فيه عجز كبير، ده هو محق، مفيش تعيينات والناس الموجودة كبيرة في السن. فطبعا كله دلوقتي يمكن قناة مصر الزراعية حلت مشكلة كبيرة للمزارعين في هذا المجال، ويطالب بالمزيد بالظبط ليه لان هو برضو المرشد مش متوفر معاه زي ما كان موجود، اللي بيخرج معاش مفيش مكان. طبعا الحاج جمعه اتكلم عن الحقول الارشاديه للمحاصيل المختلفه. ايوه زي ما يعلم الحاج جمعه ان احنا كان عندنا اكثر من 350 حقل ارشادي على مستوى الجمهوريه لمحصول قمح. واحنا في طريقنا للمزيد، لان القاعده بتقول ان انا بعمل حقل لكل 1000 فدان، فلو عندي 3 مليون فدان قمح يبقى انا طالب مني 3000 حقل. احنا كان عندنا اكثر من 3500 حقل ارشاد مستهدف للعام القادم، اعتقد ان شاء الله يزيدوا باذن الله باذن الله. ده بالنسبه للقمح، وكان كل مزارع حاسس ويعلم ما هو جديد، وزي ما قال الدكتور عبد الحميد كده ان احنا بندخل في الحقول الارشاديه احدث الاصناف واكثرها انتاجيه، لان كلنا في الاخر بنصب في مصلحه المزارع المصري اللي هي مصلحه مصر كلها. الذره كانت منفذه الحقول الارشاديه في اكثر من 22 محافظه بما يقرب من 138 مركز موجوده. الرز حقوله الارشاديه بتبقى في محافظات زراعه الرز اللي هي في المحافظات الشماليه من مصر، على اساس ان في مناطق لابد من زراعتها رز لمنع زحف ميه البحر للدلتا، ومناطق متاثره بالملوحه يعني مش هيمشي فيها محصول تاني غير. هو برضو لمس حقول الارشاديه للفول، الحقول الارشاديه للفول اقل من اللي المطلوب ان هو يتم، رغم ان احنا عندنا 12 صنف فول بلدي عاليه الانتاجيه فيها مميزات مختلفه، فيها ما هو متحمل للهلوك، فيها ما هو مقاوم للشوك لتسبط او للامراض الورقيه، فيها ما هو لو ووتر ريكويرمنت احتياجات مائيه منخفضه، فيها ما هو مناسب للزراعات المبكره، لان الفول لو زرعته مبكر اوقات بيتاثر بالمن وبعض الامراض، فيها ما هو مناسب للزراعات المبكره، وكلها عاليه الانتاج. يعني نطمع ان يكون في زياده في الحقول الارشاديه بالنسبه للفول. طبعا انت عارف الحقول الارشاديه وتنفيذها بعزم ميزانيه، عايز ميزانية كبيرة عشان خاطر تنفذ والناس تتابع وتروح وتوصل ميزانية. ورغم ذلك المزارعين تعلم الجديد وبتطلبه من أصناف الفول البلد. يمكن اللي مطمنا شوية السنة دي إن السنة اللي فاتت كان في حركة في الفول، سعره كان أفضل، لذلك المزارع من دلوقتي بيحجز في الأصناف والتقاوي من دلوقتي. شوف احنا لسه قدامنا شهرين على الزراعة أو أكثر، المزارع حالياً بيطالب باصناف الفول وبيتردد بين محطات البحوث وبين قسم بحوث المحاصيل البقوليه في مركز البحوث. تمام. طيب يعني انتقل لحضرتك دكتور جمال، نتكلم بقى على دور المحطات في خدمه المواطن العادي، الخدمات اللي المحطه ممكن تقدمها للمواطن العادي. لكن قبل ما حضرتك تجاوبني ناخد المهندس عاطف من الشرقيه. الو. ايوه. اهلا يا باشمهندس عاطف. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا، تحياتي للاساتذه الافاضل علمائنا الادلاء اللي احنا مش عارفين يعني نديهم حقهم.
اللي الكل بيسرق منهم ابحاثهم وافعالهم وكل شيء بيعملوها هم جيراننا وغير جيراننا بيسرقوها. احنا طبعا بالنسبه اولا تحيه خاصه لاسد تقاوي مصر الدكتور عبد الحميد شحاته، عارفه ازاي هو بيشتغل، ومن احيانا الساعه 5 الصبح بيكون في سخاء او في صدق، او الراجل ده انا عارف شغله ازاي. الله ما يجازيه الا الله، اكيد طبعا والله ما يجازيه الا الله الدكتور عبد الحميد شحاته. الحاجة الثانية بالنسبة للذرة يا دكتور، الذرة يعني محصول مكلف من تقاوي لا كمام لا أسمدة لا مبيدات حشايش لا مبيدات أفاد لا تقطيع لا جمعه. احنا مهما يجيب مش جايب مش جايب تكلفته مش جايب تكلفته وحياته يعني تكلفته عالية جدا 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 يا دكتور. وانتاجه لو جاب 20 أرداف ولا 25 مش جايب بالنسبة لتكلفة الزراعة بتاعته. احنا عاوزين هم كتر خيرهم للأصناف الجديدة اللي بيجيبوها اللي بيحاولوا طبعا الانتاج الرأسي دي مجهود أشكر عليه أساتذتنا العظام دول، لكن هي التكلفة بتاعته مع السعر ده لغايه دلوقتي الذره طلعت ومحدش خد. السنه اللي فاتت كانت وصلت 130 و140 ابتدى يا دكتور ما لقيناش حد ياخدها، وبعد ما بعناه ابتدى سعرها يطلع تاني. احنا عاوزين يبتدوا بس يبقى في شغل، يبقى شغل وفي نظام وفي تسويق. احنا كنا من الستينيات في التسويق بنسوق كل حاجه، فول وقمح وذره ورز وقف، كان 3 مليون فدان بتسوقوا. احنا محتارين في 100,000 دلوقتي، 100,000 محتارين فيها 100,000 فدان. احنا شوف لنا حل بالنسبه للذره، بحيث اولا الذره مكلفه ومجهود وبتاخد ميه وبتاخد مجهود اكتر من الرز 100 مره. احنا مش بندور، احنا ما بنطفش من الذره للرز الا غصب عننا. احنا عاوزين الرز الذره اسعارها تبقى كويسة، شوف عالميا العدد كام، او مش عالميا هو سعرها نازل عالميا، لكن سعر الجنيه هو حظنا نعمل بيه ايه. ما احنا عاوزين اكتفاء ذاتي يا باشمهندس عاطف من جميع المحاصيل يعني. ساعدونا تمام. اولا الفدان الاربع الست شكاير دول والثمان شكاير ما يكفوهوش، معلش احنا بنتكلم من والاسمده العضويه مهوله يا دكتور. لا هي التوصيات الفنيه، التوصيات الفنيه يا باشمهندس عاطف احنا نلتزم بيها، معلش ده مهم جدا. التوصيات الفنيه يا دكتور احنا ملتزمين بيها غصب عني، لكن ما تنفعش. انا ما بتكلمش عن حاجه، انا بتكلم وحاسس دلوقتي الاسمده متوفره. يعني انا الاربع شكاير للفدان دي ما تنفعش بتاتا، والدكاتره عارفين. احنا بنقول الكلام ده عشان ما تبقاش عندي ازمه اسمده. احنا يعني يا ريت مش الذره بس، كل المحاصيل، الفول ده اللي عدم عندنا ده اللي عاوزينه يستمر ويمشي، الاصداء والحشايش الحشايش يا دكتور احنا عاوزين ترتيب كويس، عاوزين نظام كويس. والفلاح المصري فلاح شاطر، وعلمائنا ناس محترمين وعلى اعلى مستوى في اي حته. بس انت يا باشمهندس عاطف مش ملاحظ ان في طفره في انتاج المحاصيل المختلفه؟ في طفره ولا كانتاجيه عاليه يا دكتور؟ انتاجيه مهوله مش عاليه. بالظبط. بس انا عاوزها تستمر، عايزها يبقى فيها يعني الاستمراريه. انا بتكلم المجهود بتاع علمائنا دول اللي بتاخدها اسرائيل وامريكا ويسمي اسامي تاني منتجاتنا احنا اللي تعبانين فيها بتاعت التربيه الغلابه دول اللي طالع حدهم في الغطاء دول. والله صح، صح. عندك حق، عندك حق. نشكرك جدا، بنشكرك، بنشكرك يا باشمهندس عاطف. طيب معانا محمد، اتصالات كتير النهارده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون، من فضلك. ماشي، اتفضل. ازيك؟ ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. تحيه ليك وتحيه للدكاتره الموجودين مع حضرتك. اتفضل.
بالنسبه لحضرتك دلوقتي انت منين يا محمد الاول؟ انت منين؟ من ولاد طاهر شرقيه يا فندم. شرقيه. اتفضل. ولاد طاهر شرقيه. اتفضل. دلوقتي يا فندم بالنسبه للتجاوي بتاعت الرز. احنا في الكام سنه اللي فاتت دول حضرتك ظهرت لنا سبل غريبه يعني ولا هي بتجيب محصول اللهم انا بس هي بتاخد الكيماوي بتاع الارض وحتى النبات الرز الثاني هي بتنعد من اصناف الرز بس ما لهاش اي قيمه ولا بتبقى في المحصول يا فندم. دلوقتي مثلا في او في حقول كتير اجت فيها السبله دي وللاسف بتدنا في الارض او في التجاوي ويعني بتموت الرز يا فندم. فدي ما لهاش حل ولا دي سيادتك يعني طيب. يعني انا نوع سيادتك كان عندي 40 سنه نوع كان فيه مثلا حبه حمراء وفي حبه خضراء دي اللي احنا كنا بنسميها غريبه بالفلاحي. تمام. اما السبله دي سبله يعني زي السبله بتاعتها شبه سبله الجمح كده يا فندم. وبعدين طيب. الواحد ما بيستفادش منها بحاجه. وبعدين في حقول عرف فيها وبقى خالص يعني هي عرف من الناس اللي بتاع ده وما بتجيبش محصول. طب يا محمد عاوز اقول لك حاجه. طب انت ما رحتش الجمعيه ما رحتش الاداره الزراعيه ما شفتش الباحث المتخصص في الرز تساله عن هذا الموضوع يا فندم؟ نسال فين يا فندم؟ ما هو في بعض الحقول نظيفه وفي بعض الحقول موبوءه. ما هو المشكله الموبوء ماشي ده يعني انت ما شفتش ابدا مهندس زراعي ما شفتش باحث ما شفتش ندوه ارشاديه؟ طيب. نتكلم بصراحه يا محمد بس ما حدش يا فندم بيجيب عنها سيره خالص يا فندم. ما حدش يا فندم بيجيب عنها سيره. انت ما سالتش ليه؟ انت ما سالتش ليه طالما دي مشكله؟ انا ما عنديش المشكله دي يا بيه. انا بتكلم عشان نسيب نقطه على المشكله دي عشان عندوش. لا حل. لا يعني انت يا محمد يعني انت ما عندكش المشكله دي؟ نعم. انت المشكله دي مش عندك؟ بس عندي جيراني. طيب حاضر. يعني سيب بياناتك وانا يعني هخلي المسؤول عن الرز يعني يتصل بحضرتك ويشوف الموضوع. ماشي يا فندم. بنشكر. طب بالنسبه للهلوكو بتاع الفول ده ملوش علاج؟ لا طبعا ليه علاج. طبعا ليه علاج وفي مبيدات معينه طبعا في التوصيات الفنيه موجوده. طيب صح يا دكتور محمد؟ في اصناف كمان وفي اصناف مقاومه. طب خليك معايا الدكتور محمد هيرد عليك. ماشي يا فندم. اتفضل. اولا بالنسبه للرز والغريبه اللي موجوده فيه هو بيقول ان هو ما عندوش المشكله. ودي برضه بيقول ان عندي جيرانه. ممكن يكون جاره عامل اكسار محلي من الرز اللي كان منتج عنده السنه اللي فاتت فيبقى عنده سبله غريبه حصل لها اكسار زادت العدد عنده. ودي تعمل مشكله. ودي تعمل له مشكله طبعا. ممكن يكون بذره موجوده في الارض ودي بتطلع وتعمل له مشكله. هو لو لقى الغريبه ونسبتها مش كبيره يشيلها عشان خاطر يحافظ على النقاوه اللي عنده. وبعدين انا بنصحه جدد التقوي بتاعتك ومن مصدر يكون موثوق منه. بالظبط. انت بتجيب تقويك منين؟ تمام. عشان خاطر ما تخسرش. اما بالنسبه للهلوك والفول زي ما انا قلت في اصناف من الفول حاليا متحمله للهلوك. واقولها لك جيزه 843 وفي مصر 3 وفي مصر 1 اصناف موجوده تزرعها بيبقى الهلوك موجود وبيطلع ولكن هو بيفشل انه يخترق جذور النباتات في مراحله وبالتالي النبات بيهرب من تأثير الهلوك. تمام. وبيكون محصوله عادي بدون تأثر. في معاملات تانية لمكافحة الهلوك ان الارض الموبوعة بالهلوك بقول له ما تحرتهاش اشتغل فيها بدون خدمة للارض وبالتالي ما بيعملش إثارة لبذرة الهلوك ولكن الاصناف ديت يجيبها ويجربها وبعد دي كده مهمه. دي مهمه يتصل على سيادتك يقول لك انطباعه عن الاصناف دي مهمه جدا. طيب نرجع تاني دكتور جمال بقى للسؤال اللي سالته لحضرتك قبل المداخلات. دور المحطه البحثيه في خدمه المواطن العادي. احنا المحطات طبعا بجانب الشق البحثي فيها شق انتاجي ذلك بغرض يعني الاستفاده او اقصى استفاده من الموارد الموجوده. فالاداره المركزيه للمحطات عملت حوالي 6 فروع انتاج حيواني في المحطات الرئيسية زي أسيوط، ملاوي، سيتس، بني سويف، كفر الشيخ، السيرو، يعني بعض المحطات. بغرض إيه؟ إحنا بناخد إحنا عايزين نعظم الإنتاجية بتاعتنا. بنجيب الحيوانات دي من إما من معهد بحوث الإنتاج الحيواني أو من إما صندوق التحصين على الماشية واخد بال حضرتك، وبنستفاد من المخلفات اللي موجودة عندنا من إنتاج التقاوي اللي هي بقايا المغربلة أو الأتبان أو قش الرز أو مخلفات الذرة. بنعمل عملية تدوير لهذه المخلفات علشان أقصى استفادة ناخدها بتبقى أعلاف غير تقليدية.
احنا عملنا في 3 محطات رئيسية، حطينا في بعض الوحدات الصغيرة لتصنيع الأعلاف من هذه المخلفات ناتج الغربلة علشان نزود القيمة المضافة اللي عندنا، وعملنا تسمين للحيوانات دي وبنعرضها للبيع. ودلوقتي حاليا في محطة منلوي وسيتس وأسيوط وكفر الشيخ وبهتيم في حيوانات زي الجاموس والأبقار، وفي أغنام معروضة كأضاحي وبسعر مخفض عن السوق. طبعا كل صحة طيب كبيرة وكل يعني. المشاهدين، لان احنا بنشارك يعني في تعزيز الامن الغذائي بجميع النواحي زي ما سعادتك ذكرت والدكتور محمد، اما بانتاج الاصناف الجديده والمحسنه من جميع المحاصيل في البحوث، او بالارشاد في المحطات، او بالتدريب، او بالانتاج للانتاج الحيواني، او بخدمه المواطن بصوره مباشره، او بخدمه المواطن بصوره مباشره زي الخدمات اللي انتم بتقدموها. زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنشارك في تعزيز الامن الغذائي وخصوصا في اللحوم الحمراء. ده بالاضافه للشوادر الحقيقه اللي انا شفتها بنفسي في بعض المحطات وبيبيعوا اللحوم. بيجي في محطه بحوث الاسماعيليه انت وداخل المحطه كده في المدخل بالزبط. هناك متعاملين مع الشادر وبنجيب الجزار وبيذبح الحيوانات بتاعتنا دي، ولو رحت هتلاقي في طابور، لان احنا بنبيع بسعر مخفض تقريبا 20 جنيه عن السوق يعني. تمام. طيب خلينا ناخد لقاء المهندس جمال العزب رئيس الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي في يوم حقل الذرة الشمالية. الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت وقلت النهاردة يوم عرس، الحقيقة معهد بحوث المحاصيل بيبذل مجهود كبير جدا، وده واضح في الأصناف الهجن الجديدة بالنسبة للذرة، حتى يعني الهجن الجديدة يمكن بتوصل ل30 أردب للفدان، وده هيدر على المزارع بأربحية، والمزارع زي ما انت حضرتك فاهم كل اللي بيهمه الأربحية. دورنا احنا كإدارة مركزية الفحص واعتماد التقاوي ان احنا نحافظ على الأصناف دي ونحافظ على جودتها، وبالتالي عن طريق أثناء ما بتاخد الشركات أو الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أو أي جهة هتنتج تقاوي علشان تزرع في الأرض، لابد ان احنا نتابع الزراعة دي ويتعمل عليها تفتيش حقلي. التفتيش الحقلي ده كل الحوار على اني احافظ على جودة الصنف اللي تم استنباطه وما يحصلش خلط ولا يحصلش خلط. تمام. احنا بنتابع انتاجية التقاوي ديت من اول زراعة البذرة حتى وصول عبو التقاوي عالية الجودة للمزارع. تمام. بيجرى عمليات تفتيش حقلي في الارض اثناء انتاج التقاوي. بيتم قبول الحقول او رفضها بناء على نسب قبول ورفض بقرارات وزارية. في الوقت نفسه بعد ما يتقبل الحقل في إنتاج التقاوي بيتم نقل المحصول إلى محطات الإعداد ومحطات الغربلة، يجرى عليه الإعداد والغربلة والتعبئة، وفي الحالة دي كمان بسحب منه عينة فحص معملي. إذا اتقبل المحصول، إذا اتقبلت التقاوي بيتم اعتمادها ووضع بطاقة اعتماد على عبوة التقاوي، وبالتالي يبقى أنا فتشت على إنتاج التقاوي في الحقل، قابلتها راحت محطة الإعداد، اتعدت اتفحصت معملي أصبحت عالية الجودة، بمعنى خالية من الحشرات، خالية من الأمراض، خالية من الغريبة عن الصنف، خالية من الحشائش والضارة، وده بيجرى في جميع المحاصيل مش بس في الذرة. وبالتالي بتطلع نتيجة في النهاية إن التقاوي دي مقبولة، عالية الجودة، ذات جودة عالية، تروح للمزارع. حتى كمان لما بتنزل التقاوي دي في محلات للتجار على مستوى الجمهورية، أنا رقابة على محلات للتجار وأنا اللي برخص الإدارة المركزية، يعني وزارة الزراعة في صورة الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي هي اللي بترخص ترخيص الإنتاج، هي اللي بترخص ترخيص للتجار. بالتالي علشان أحافظ على التقاوي حتى وصولها لإيد المزارع فإحنا بنتابعها عند التاجر نفسه. ده الحقيقة دور آخر للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، دور مكمل لعمل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لعمل الباحثين في معهد بحوث
المحاصيل الحقلية لاستنباط الأصناف الجديدة لعمل المحطات البحثية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. الحقيقة فريق عمل متكامل علشان نوصل لأعلى جودة للتقاوي اللي هي تصل للفلاح المصري. دكتور محمد، مستقبل زراعة الذرة الشامية في مصر، حضرتك عارف أنه هذا المحصول الحقيقة ممكن يقلل الفجوة الغذائية بالنسبة للإنسان، يعني يحللي شوية مشكلة القمح، بالإضافة لأنه مهم جدا كعلف للحيوان. حضرتك شايف إيه؟ أنا أعتقد ومن وجهة نظر اللي أنا شايفها أن حان الأوان للذرة. تمام. دي أيام الذرة. ليه؟ لأن الذرة بتدخل كعليقة في العلف بالنسبة للدواجن بنسبة 70%. بتدخل في عليقة الحيوانات الكبيرة من 40 ل 50%. احنا بنستورد ذرة صفراء من الخارج بأكثر من 1.6 مليار دولار. فآن الأوان ان احنا نعتمد على نفسينا ونزود اكتفائنا الذاتي من الذرة الصفراء. وده يمكن لما جه معاه الوزير، لان احنا مضطرين دلوقتي، وكان مضطرين مضطرين، وزي ما سيادة الرئيس يعني قال وزي ما سيادة الرئيس قال ان احنا لابد نعتمد على نفسينا ذاتيا. مع الوزير يمكن لما جه كان في البداية، لان الباشمهندس عاطف لما قال السعر، كان مع الوزير عايز يوجد سعر استرشادي للذرة، لان الذرة ما كانش لها سعر. واحنا كنا بنطالب ان الذرة يبقى لها سعر. وليه بنطالب ان الذرة يبقى لها سعر؟ مش للذرة في حد ذاتها، ولكن عشان خاطر اعمل التوازن بين الذرة والرز. لان انا الرز مساحته بتزيد، مساحته زادت ليه؟ لان سعر الرز عالي. وبعدين من كام شهر قال لك ان الرز مش موجود وانتاجنا ما بيقضيناش. طب سيادتك لو بصيت في السوق دلوقتي هتلاقي رز قديم ورز جديد. القديم ده كان فين؟ صح، القديم ده كان فين؟ كان في المخازن لغايه لما السعر معروف. يا والاخر قالوا ايه؟ شغل التجار وشغل والافندم الاخر قالوا ايه؟ قالوا وزاره الزراعه. وزاره الزراعه مالها ومال مراقبه السلع اللي جوه المخازن؟ معايا سيادتك؟ فطبعا اتعمل سعر استرشادي للذره اللي هو ال 2100 جنيه للطن. طبعا بعد ارتفاع الدولار، بعد ما حتى السعر العالمي بالنسبه للذره اتحرك، فلابد ان سعر الذره يعاد النظر فيه عشان خاطر اعمل التوازن مع القمح والمزارع. المزارع ذكي على فكره. المزارع لو حس ان الذره، هو بيزرع الذره للذره بالنسبه له فوائد كثيره، اولا بيحافظ بيها على التربه بتاعته والارض، ما يقدرش يزرع رز بعد رز هتتاثر الارض. ثانيا وهو زارع الذره بيبقى عنده المواشي بتاعته بيربيها على الذره، فيبقى حل له مشكله لحوم من جانب اخر. طبعا. وده مكسبه. طبعا. الذره ممكن يخليها لغايه لما ياخد المحصول وممكن يبيعها سلاش داخله في الاعلاف. لو الذره مش موجوده الفلاح هياخد القمح واكله للمواشي. الذره، وجود الذره هيساعد على التربيه المنزليه. اكيد الذره بتدخل بطرق كتيره يا دكتور. عشان كده ده محصول مهم جدا. فاحنا هيعاد النظر اولا في موضوع الذره وتسويقها. ده هيدي دفعه للمزارعين. هيعمل اتزان، هيوفر لي ميه. هيوفر الماء وهيحافظ على خصوبة واستدامة التربة المصرية. تمام. والحقيقة يعني محصول الذرة ده يعتبر محصول مهم جدا، لأن زي ما حضرتك قلت ممكن يحلل مشكلة الغذاء بالنسبة للإنسان، وأيضا كعلب بالنسبة للإيه؟ للحيوان. لكن تحديد سعر مجزي لجميع المحاصيل ده مهم. خلينا نتكلم بقى بصراحة، على فكرة مش للذرة بس، للذرة والقمح والقصب كل المحاصيل، وبركز على القصب مرة تانية، لان ده مهم عشان نشجع المزارع انه يزرع. دي حاجه، لان في ارتفاع في اسعار مدخلات الانتاج. خلينا نتكلم يا جماعه بصراحه، بالاضافه لارتفاع مستوى المعيشه في كل شيء. ما هو المزارع ده ما هو عايش ازاي؟ ما هو عايش من بيع محصوله في نهايه الموسم. لما يبقى سعر البيع متدني او سعر البيع ثابت لمواسم كتيره، طب وبعدين؟ ما هو الاسعار في السوق مش ثابته. اسعار الاسعار كلها بتغلى في السوق لجميع السلع، الحياه كلها. طب ما هو المزارع عاوز يعيش، لابد من اعاده النظر في اسعار جميع المحاصيل وليست الذره فقط. برضو سيادتك بنقول يا ناس خلينا مخلصين لبلدنا. بمعنى انا اخد المنتج المحلي قبل ما استورد من بره، ادعم الفلاح المصري واخد المنتج المحلي من المزارع. لان المنتج المحلي ما هيوفر لي عمله صعبه. ما هو ده دور بقى المستوردين يا دكتور محمد، يعني ارجوكم يعني ما نستوردش، ناخد من الفلاح الاول. الفلاح عنده ذره، ناخد الذره اللي عنده. يعني ما ناخدش بقى من، ما نجيبش من بره حتى لو كان السعر بره قليل.
ادعم الفلاح المصري ما دعمش الفلاح اللي موجود بره ليه؟ وهو بصراحه بقى يعني خلينا نتكلم بصراحه محتاجين قرارات قاطعه في هذا الموضوع. بس يبقى في قرارات حاسمه لازم، ده مطلوب الحقيقه في الوقت ده. مين معانا يا شباب؟ احمد. الو، ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا. مساء الخير عليك انت وضيوفك. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. الفلاح المصري مات يا دكتور حامد والبركه فيه. لا لا اوعى تقول كده، الفلاح المصري لم ولن يموت. الله يكرمك، الله يكرمك، احنا عشمنا فيكم والله، والله عشمنا فيكم. اتفضل. الله يكرمك. احنا انا بالنسبه عندي مشكلتين بس هطرحهم على حضرتك دلوقتي انت والضيوف اللي معاك. اتفضل. احنا بالنسبه للرز ساعة الموسم ياخدوه مننا ببلاش، ودلوقتي احنا بناخده ايه؟ بالكاوي. يعني بالصلاة على النبي الجندره غليت على الاخر عليه مش عارفين ناكله. الحته الثانيه يجي برضه في موضوع التجاوي اللي تجاويه وتمشي، يا ريت نمشي زي الدكتور اللي جنب حضرتك متكلم بيقول لك دكتور محمد ونوع الفول، يبقى نمشي على الكلام ده مظبوط بالنسبه للفلاحين. تمام. الحاجه الثانيه موضوع المواشي، يا ريت مثلا نعرف البهيمه لما تكون في ساعه العشر المتاخر ناكلها ايه؟ برضه في ناس بتبقى غشيمه شويه. ما هو في برنامج يا حاج احمد، في برنامج متخصص الحقيقه في القناه خاص بالايه؟ بالانتاج الحيواني، بيتكلم على امراض والحيوانات وعلى مشاكلها الحقيقه. تابع بس القناه، ارجوك تابعوا يا جماعه قناه مصر الزراعيه، فيها حل لجميع مشاكلكم. سيبوكم القنوات الثانيه دي اللي عامله بلبله في يعني في الشارع المصري، سيبوكم القنوات دي، خلونا احنا في شغلنا. لا والله يا دكتور حامد احنا متابعينكم على طول. احنا عندنا برنامج متخصص للحياه في الثروه الحيوانيه، بيتكلم على كل مشاكل الانتاج الحيواني. طيب. في عندنا العياده البيطريه وعندنا الثروه الحيوانيه، الحقيقه احنا عندنا برامج بتغطي كل ما يهم الفلاح المصري. ولكن لا لا لا. المهم يا جماعه احنا عاوزين المتابعه. طيب. بنشكرك. في مشكله تانية يا احمد او استفسار اخر؟ طيب بنشكرك، بنشكرك. طيب دكتور جمال، بالنسبه للمحطات البحثيه هل هي بتعتمد على نفسها من ناحيه التمويل ذاتيا ولا بتحتاج دعم بشكل او باخر؟ هو زي علشان برضو احنا انا عاوز المشاهد يكون معانا في الصوره ويشوف قد ايه الباحثين او العاملين في هذا المجال الحقيقه بينحتوا في الصخر. اتفضل. تمام. هو زي ما قلنا كده ان محطات البحوث الزراعيه هي الركيزه الاساسيه للبحث العلمي. تمام. يعني لازم انا في محطات البحوث اوفر كل احتياجات الباحث. سواء من الارض اللي بيعمل فيها التجربه او الصوبه او المعمل. يعني احتياجاته او الادوات او الاجهزه او غير وخلافه. فلازم اوفر له المكان المناسب علشان يقيم التجربه بتاعته ويحصل على نتائج فعاله. ولكن في الوقت الحالي مفيش ميزانيه او تكون الميزانيه منعدمه، ميزانيه مفيش ميزانيات، ولكن المحطات فيها بعض شق من التمويل الذاتي. يعني شق من انتاج باخد جزء منه علشان ما اقفش، لان انا لو وقفت الدنيا تخرب. طبعا. لان البحوث دي كلها بتجرى في المحطات. المحطات دي الارض، سواء اذا خدت مثال انتاج الهجن والاصناف، بتجرى في الحقل. الحقل ده عاوز تجهيز، عاوز خط ميكنه خدمه، عاوز رفع ميه، عاوز ماكينات رفع، عاوز برضو العماله المدربه، لازم يكون في تدريب علشان انفذ البحث، عاوز الات حديثه سواء حصاد او زراعه او جني او خلافه. فاحنا دلوقتي يعني كل اللي بنطلبه ان احنا عاوزين نزود، نرجع التمويل تاني لمحطات البحوث، لان دي لازم تكون في حاجه جهازيه لهذه البحوث. انما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ زي اللي بيغزل برجل حمار لبغزه، يعني بنحاول نعدي هذه العقبه في هذه التحديات، ونعبر هذه التحديات، ونوفر المكان المناسب للبحث العلمي. انا دلوقتي زي ما قلت ساعتك دخلنا شق انتاجي، منها نغطي مصاريفنا وبرضه بنشارك في تعزيز الامن الغذائي. بنسبه قد ايه؟ يعني ممكن المحطات تعتمد على نفسها بنسبه قد ايه ذاتيا؟ ذاتيا؟
يعني مش 10% 15% بنقول ممكن نقول 20%. ممكن 25-30% عشان نقدر. انما دلوقتي انا مش عاوز اقف بجابه الصعاب اللي قدامي. التمويل نقص التمويل ونقص شديد او يكاد منعدم جدا. او يكاد يكون منعدم. مفيش داعي نقول بقى الميزانيه المخصصه للبحث العلمي, مفيش داعي نقولها على الهواء علشان هيبقى شكلها وحش قوي. لكن احنا كلنا مقدرين ظروف البلد ودينا يعني بنشتغل بالامكانيات المتاحه بقدر الامكان. تمام. فانا عاوز اوفر للباحث والمعاهد البحثيه دي حاجه جيده علشان تبقى المخرجات جيده فعاله تلبي احتياجات الفلاح. لان انا بشتغل كله همي ليه؟ انا عاوز اوجد مخرجات جديده تقنيه حديثه تزود انتاجيه الفلاح. بدل ما زاد انتاجه هيزيد دخله, زاد دخله هيتحسن مستوى المعيشه. ده بينعكس على الاقتصاد اكيد بتاعنا. زي ما قال الدكتور محمد, مش هستورد, مش هدفع عمله صعبه. ده كله مرتبط ببعضه. فلازم يكون في تمويل جيد للبحث العلمي مناسب علشان احصل على مخرجات جيده وانتاج جيد. طيب دكتور محمد, ما فيش شك ان التغيرات المناخيه يعني اللي حاصله دلوقتي اللي كلنا عايشينها الحقيقه, في تغيرات حاده في المناخ. هل في تفكير في إعادة النظر في مواعيد زراعات المحاصيل المختلفة؟ بالطبع يا فندم. يعني انت سيادتك دلوقتي لو بصيت هتلاقي ان الميعاد زراعة الذرة في مايو. لو رجعت لمايو السنة دي هتلاقي الحركة عالية جدا في مايو يونيو. الحرارة العالية لو 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 جت في مرحلة التزهير بالنسبة للذرة بتأثر على عمليات التلقيح والإخصاب, وبالتالي بتأثر على امتلاء الحبوب والمحصول في النهاية. تمام. الباحث دايما في برنامج التربية وبرنامج معاملاته وبرنامجه البحثي بيبص المشاكل القائمة. لو رجعنا للقمح, الموجة اللي بتجينا في يناير واللي بتجينا في فبراير ومواعيد الزراعة اللي احنا بنزرع في نوفمبر, كل الكلام ده بيبقى واخدينه في الاعتبار. ما هو ده حضرتك الباحث بيأخذه في الاعتبار في استنباط الأصناف الجديدة, سواء كان بالنسبة للقمح الذرة أي محصول, وفي معاملتها تمام. أنا عارف هذا الكلام جيدا, لكن أنا بتكلم على الزراعة الحالية, المحاصيل اللي احنا بنزرعها دلوقتي. مواعيد الزراعة طبعا, ميعاد زراعة القمح, ميعاد زراعة الذرة, ميعاد زراعة الفول. أنا هل ممكن تحريك هذه المواعيد نظرا للتغيرات المناخية الحادة؟ يا فندم أنا بعد اللي شفناه السنه دي من تغيرات في مواعيد الزراعه ومجابهتها, انا طالب من كل الاقسام البحثيه في المعهد وبرنامج المعاملات على وجه الخصوص اعاده النظر وتقييم مواعيد الزراعه. رقم هو ده اللي انا اقصده, اعاده النظر وتقييم مواعيد الزراعه الحاليه, لان انا عندي تغيرات موجوده بتقابلني. لو قابلتني الحراره في الميلك ستيج او في مراحل القمح هتعمل ضمور في الحبه, وبالتالي كل الزراعات المتأخرة هتتأثر. الزراعات اللي تمت بدري عدت. لو زرع قبل مواعيده وجت عليه البرودة هتأثر عنده. فإحنا دلوقتي ده المطلوب. إذا احنا محتاجين دراسات جديدة بالنسبة مستمرة. أو إعادة النظر مستمرة في مواعيد في زراعة في مواعيد الزراعة بالنسبة لجميع المحاصيل. إعادة النظر في مواعيد الزراعة بالظبط, ده مهم جدا الحقيقة. طيب خلينا نشوف لقاء دكتورة مشيرة الشامي رئيس قسم تقسيم التكثيف المحصولي سابقا ولقائها معانا في يوم حقل الذرة الشامية. بالنسبة لنا كقسم تكثيف المحصولي احنا طبعا دورنا ان احنا بنشارك مع الجماعة بتوع جماعة قسم الذرة, بحيث ان احنا بنحاول ان احنا نساعد المزارع اللي هو يعني عشان تكلفه زياده بتاعت الارض وكده, فاحنا بنحاول ان احنا نقلل شويه من التكاليف. ازاي؟ ان انا بحمل الذره بدخله مع اغلب المحاصيل اللي بتبقى موجوده في ذاك الوقت. عندي مثلا انا عندي زي فول الصويا, حضرتك طبعا عارف السياسه السعريه بتاعت فول الصويا, وان هو المزارع بيغلب على بما ان هو ان هو يبيعه او كده, فاحنا بنضطر ان احنا بنقوله ندخل حاجه تانية معاه زي الذره. الذره طبعا عارف حضرتك ان هو من النباتات اللي بتقدر تعوض انتاجها, يعني انا لو زرعت مساحه قليله منه ممكن ان انا اعوض انتاجي منه. ازاي؟ ان انا مثلا الطريقه بتاعه الذره والصويا ممكن ازرعه سطرين, خطين ذره وخطين فول صويا, خطين ذره, اربع خطوط فول صويا, دي اللي احنا وصلنا لها اللي هي بتدي اعلى انتاجيه. حضرتك بالنسبه لزراعات الطماطم بنلاقي ان احنا في الصيف الطماطم بنعاني جدا من ارتفاع درجه الحراره, لان ده بيأثر عليها. بدل ما اجيب قش واجيب اكياس واغطيها وده وده, طب ليه؟ طب ما انا ازرع الذره.
انا ما بقصرش على مساحه الطماطم، بالعكس انا بحميها، وبلاقي ان الطماطم في بلاقي الطماطم اللي هي المحمله دي بتديني انتاج اعلى من اللي هي الطماطم المنفرده، وده عملناه بالبحث وفعلا تم تجربها وكانت كويسه جدا. وطبعا ده بيبقى بالتعاون مع قسم الذره، احنا بناخد منهم بنعمل نجرب بالهجوم بتاعتهم، نجربها مع الاكثر زراعات بتاعتنا ونشوف ايه اللي هيدي. اقول بقى حاجه كمان، ودي لمستها فعلا في قسم الذره هنا، السنه اللي فاتت كنت عامله بحث مشاركه مع جماعه بتوع الذره، كنت بزرع في داخل قسم الذره نفسه بامانه، ودي مش عشان انا موجوده في قسم الذره، قسم الذره اللفظه الوحيده اللي ممكن اقولها عليه ان ده يعد خليه نحل. ازاي؟ ان القسم من 7 الصبح او من 6 الصبح لحد المغرب في الارض، الزميل ده حصل له ظرف ده بيجي يعوض الزميل الثاني، تحس ان على طول خليه نحل شغاله، عشان كده وصلنا اللي حضرتك شايفه ده. طيب هل الفلاح مقتنع بعمليه التكثيف المحصولي؟ ايوه بدليل حضرتك انت بتروح له وتقول، يعني انت رايح دلوقتي لاقي فلاح بيشتكي لي بيقول الطماطم عندي فيها لطعات، فيها حاجات من دي من الشمس، فانا بقول له انت لو زرعت ذره جنبها هتحميها. جه جرب فعلا الكلام ده ولقى ان الطماطم اتحمت، ما فيش حاجه فيها، بل بالعكس ان هو غطى تكلفه الطماطم اللي هي بتساوي حضرتك قد تكلفه عاليه، غطاها وادى انتاج اعلى. دي حاجه تانية منها ان انا بغطي تكلفه الطماطم، تاني حاجه ان انا عندي الذره لما باجي ببيعه برده بدي بيبقى عندي حاجات ماديه كتيره. عندي بالنسبه للذره والصويا زي ما قلت لحضرتك، الصويا دلوقتي مش بيتباع، فانا بزرع الذره علشان ان انا اعوض اللي هي الخساره بتاعه الفلاح بالنسبه للصويا. تاني حاجه ان انا ممكن حاجه اسمها زي بطيخ اللب، بطيخ اللب برضو ممكن ازرع جنبه، ايه بتبقى المصطبه كبيره كده، بدل ما اسيب الفراغات اللي بيني، لا طب انا ماشي انا بكلف كتير على بطيخ اللب، لا انا ممكن ازرع ذره فيه واغطي التكلفه بتاعته. كمان حضرتك عارف لما ببيع بطيخ اللب بقد ايه؟ 5000 جنيه تقريبا، نوصل 5000 جنيه، فانا بيبقى معايا كل العائد ده للفلاح. فانا هدفي الرئيسي في اي زراعه تحميليه ان انا بساعد المزارع الغلبان. خد بالك احنا حصتنا من الميه 55.5 مليار متر مكعب، ودي حصه ثابته ومحدوده بيروح معظمها على الزراعه والباقي على الصناعه والشرب، وكمان احنا عددنا بيزيد يوم عن يوم، وده بيخلي نصيب الفرد مننا من الميه بيقل. خد بالك، حافظ عليها تلاقيها. بشرى ساره لمربي الثروه الحيوانيه ومنتجي الالبان، جمعية الإسكندرية التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية، تعلن عن فتح باب الحجز لعجول بقري وارد البرازيل عالية التحويل للتربية، أوزان 250 كيلوغرام إلى 270 كيلوغرام، وصول أول أغسطس وتسليم آخر أغسطس، كما يتوفر لدينا عجلات أشار عمر 27 شهر، عشر من 4 إلى 6 شهور من النوع هولشتاين من ألمانيا الغربية بسعر 27,000 جنيه، والحد الأدنى لإدرار اللبن في العام 8,200 لتر. بادر بالحجز ب50% دفعة والباقي عند الاستلام. في الحجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب مجددا بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والأستاذ الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية لشؤون المحطات والبحوث. برحب بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة في سؤال محوري ولازم أسأله لحضراتكم، وهو دور كل من معهد بحوث المحاصيل الحقلية ودور المحطات البحثية
في مشروع المليون ونصف مليون فدان. تفضل يا دكتور محمد. اولا بالنسبه للمليون ونصف مليون فدان ده الامل. ده الامل انه يحل لنا مشاكل ضيق المساحه الموجوده في الوادي والدلتا. ده الامل المحاصيل اللي مش لاقيه مكان حاليا والتنافس معاه شديد زي الفول. الفول احنا كان عندنا اكتفاء ذاتي منه، دلوقتي بنستورده للاسف مش لاقي له مكان لان القمح دلوقتي طاغي كمحصول شتوي. الفول هيروح فين؟ بالنادي ان احنا يخش من خلال التحميل، يخش من خلال بعض المساحات الثانيه. تمام. المحاصيل الزيتيه مش لاقي مكان، هتنافس الذره والرز في الصيفي. برضو ان احنا يتعمل مجتمع زراعي صناعي في الأراضي في مشروع المليون ونصف مليون فدان. احنا كدورنا كمعهد الحقيقة كان قمنا بعمل التركيب المحصولي اللي يتناسب مع ظروف كل منطقة من مناطق مليون ونصف مليون فدان، وايه هي الأصناف اللي تناسب المناطق ديت. وكان الحقيقة قسمنا المحاصيل لمحاصيل استراتيجية ليتمس غذاء الشعب المصري، ومحاصيل تصنيعية وهي المحاصيل الزيتية، ومحاصيل تصديرية وهي الفول السوداني والبصل، ومحاصيل غير تقليدية للمستثمر يشتغل معاها زي الكينوا والكسافة والكانولا، ودي محاصيل مش موجودة على الخريطة. برضو كنا بنتكلم عن الاحتياجات المائية في ظل المشروع، وهل النباتات معهدها ولها نسب. برضو كنا نتكلم عن الاحتياجات المائية للمحاصيل الحقلية في المليون ونصف مليون فدان. طب أنا في ظل التغير المناخي ومحدودية المية أنا كمعهد هعمل إيه؟ بدور على المحاصيل قصيرة العمر مبكرة اللي هي توفر لي ريا، المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل اللي أنا أزرعها، المحاصيل الأقل تأثرا لتتحمل الحرارة العالية وأقل تأثرا بالتغيرات المناخية. ده كان بإيجاز، يعني ده كان الدور اللي هو في مشروع المليون ونص مليون فدان. التوصيات الفنية لتلك المحاصيل اللي من شأنها تعظيم العائد من وحدة الأرض والمية في الأراضي دي، ده كان دورنا احنا. ايه التوصية الفنية اللي تمشي مع طبيعة المنطقة؟ هل تم وضع خريطة دكتور محمد لهذه المحاصيل في المساحات التي سوف يتم استصلاحها؟ طبعا، يعني تعرف فين هزرع قمح، فين هزرع والبدائل، فين هزرع والبدائل فول. ايوه، طب نتكلم عليها. يعني احنا مثلا بكورة المحاصيل دي في الفرافرة، احنا قلنا الاول بنبدأ المحصول الاستصلاحي اللي هو الشعير، لان الشعير ازرعه في اول موسم هيديني انتاج والارض هتثبت، وهعرف السيد بنك بتاع الحشايش وازرع القمح جنبه بمواصفات توفير معدلات السمادية المطلوبة، الري طبيعته ايه، العناصر الصغيرة اللي بتضاف لها ايه الاصناف اللي تناسب طبيعة المناطق دي. تمام. المراشدة وهي داخلة في الطريق ان شاء الله، ايه الاصناف اللي ممكن زراعتها في المراشدة؟ قلنا احنا نزرع الذرة الصفراء، قلنا نزرع الذرة الرفيعة، قلنا نزرع محاصيل بقولية زي الفول والعدس في المناطق دي على اساس برضو تتناسب مع الاحتياجات المائية. منطقة توشكا سواء تشكى كري سطحي او ابيار تشكى، وايه اللي تزرع؟ وقلنا نزرع القمح وعلى راسه قمح الديورم اللي هو القمح الصلب. ليه؟ القمح الصلب هيتحمل الحراره ويبقى له تصنيع اللي هو الخاص بالمكرونه، اللي هو الخاص بالمكرونه. قلنا الذره الصفراء ونحل مشاكلها وبالتالي نزود المساحه الموجوده، الذره الرفيعه، الفول السوداني والمحاصيل الزيتيه. بالمناسبه الفول السوداني والسمسم يجودوا في منطقه تشكى. احنا بنستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت تجود من الخارج للاسف، مش لقصور الاصناف ولكن لمحدوديه المساحه المنزرعه. محدوديه المساحه على فكره احنا ما عندناش مشكله، يعني انا حتى في بالنسبه لجميع الاصناف لجميع المحاصيل بالظبط كده، المشكله عندنا في المساحه. ولذلك انت لو بصيت لسيادتك للانتاجيات هتلاقينا لنا رانك عالمي، لو بصيت للقمح هتلاقينا الخامس عالميا في الانتاجيه، والاول بالنسبه للقمح الربيعي في الانتاجيه من وحده مساحه. يعني احنا ممكن السنه الجايه يكون عندنا اكتفاء لو بصيت سيادتك على الذره، بس على حساب محاصيل اخرى هتلاقينا بنلعب بين الرابع والخامس. لو بصيت سيادتك على الرز هتلاقينا الاول عالميا في الانتاجيه من وحده المساحه للرز. لو بصيت على الفول البلدي هتلاقينا الاول عالميا. ولكن احنا عمال رغم الامكانيات يعني او محدوديه الامكانيات، يعني خلينا نتكلم بصراحه. معلش سيادتك، يعني احنا ايه ما بنتكلمش؟ معلش يعني احنا مش زي امريكا ولا اوروبا، ما عندناش ميكانه متكاملة للمحصول، صح ولا لا؟ سيادتك يعني ما تنكشنيش يعني امكانيات محدودة وبنشتغل بيها، وبالرغم من كده لينا رقم
على المستوى العالمي. لنا وجود معروف وجود. والناس بتتصل علينا ولنا انتاجيات ومركزنا محفوظ، ولكن احنا زي ما قلت لسيادتك كده بنزق في نفسينا في وادي ضيق. احنا مرتبطين بوادي دمسح، فان شاء الله الامل هو مشروع المليون ونص مليون فدان يا ربي، ربنا يوفقنا. ما هو دي بدايه، ده المليون ونص دي بدايه يعني، ان شاء الله للاستكمال الاربعه مليون باذن الله. نحل مشاكل محاصيل استراتيجيه ونكون جاهزين باذن الله للاجيال اللي جايه تستمتع بالتوسع الموجود ان شاء الله. طيب دور المحطات يا دكتور جمال في هذا المشروع ايضا. هي يعني زي ما قلت انا لحضرتك، احنا محطاتنا منتشره على مستوى الجمهوريه من شمالها الى جنوبها. احنا عندنا حوالي 7-8 محطات بحثيه تقع في زمام المشروع القومي المليون ونص مليون فدان. تم تحديدها فعلا؟ المحطات موجوده، لا يعني موجوده في المساحات في المحافظات القريبه من هذه من المشروع. تمام. لو بصينا احنا عندنا في محطه بحوث تشكى في ابو سنبل، محطه بحوث الهوينات، محطة بحوث كومومبو، محطة بحوث المراجدة، محطة بحوث الإسماعيلية وشرق القناة، محطة بحوث مرسى مطروح. دي يمكن بتقع في نطاق المشروع القومي للمليون ونص مليون فدان للأراضي، لأنها بتمثل أراضي جديدة، أراضي مستصلحة، أراضي حديثة. وعندنا دلوقتي طبعا طبقا للتوجيهات طبعا القيادة السياسية إن هم في قرية الأمل عندنا حوالي 350 ألف فدان شرق الإسماعيلية. احنا بتوجيهات من الوزاره ومركز البحوث الزراعيه 3000 قامت الاداره المركزيه للمحطات بعمل نموذج حوالي 5 فدان ان هي طبقت فيه المحاصيل اللي هي بتزرع في هذه المنطقه طبقا للظروف المناخيه في منطقه شرق القناه وطبقا لاحتياجات المزارع او المنتفعين اللي هيبقوا او المستثمرين اللي ان شاء الله يعني هيشاركوا في هذه المنطقة. طيب هل ما فيش تفكير انه في هذه المساحات التي سوف يتم استصلاحها اعمل محطات بحثية جديدة؟ احنا طبعا لان دي مهمة جدا، لما تكون المحطات البحثية في هذه الاماكن المستصلحة حديثا هتخدم المساحة كلها. في منطقة الفرافة ايوة طلبنا ان احنا يوفروا لنا اماكن يعني اماكن اقامة 4 شقق، وكتبنا جواب رسمي للمختصين ان هم يوفروا لنا هذه الشقق. هناخد شقتين كاداره وشقتين كاستراحه، وفي الخطه ان شاء الله ان احنا نوجد سب ستيشن او محطه بحثيه صغيره تساعد المنتفعين في هذه المنطقه. دي بدانا فيها في الفعل، وعملنا خطابات لتوفير المكان علشان نبدا نشتغل فيه. ولكن المحطات اللي انا قلت عليها دي موجوده، هي اوريدي موجوده بالفعل. موجوده وفيها قاعده بيانات زي ما قال الدكتور محمد، هي اللي حطت الخريطه المحصوليه للمشروع القومي للاستصلاح واستزراع مليون ونص مليون فدان. قاعده بيانات ايه هي المحاصيل، ايه هي معاملتها، ازاي نقاوم، ازاي نحافظ عليها. يعني موجوده قاعده وفي باحثين موجودين اوريدي بيشاركوا في المشروع. تمام. دكتور محمد الحقيقه الدكتور جمال اتكلم على قريه الامل. طيب دور المعهد في قريه الامل بصفه خاصه. والله يا قرية الأمل زي ما قال الدكتور جمال هي 3500 فدان موجودين، وفي صوب، الصوب طبعا هتشغلها أو تحت إشراف معهد بحوث البساتين، لأن بالغالب الصوب بتزرع بالخضر. إحنا دورنا كمعهد محاصيل للناس اللي هل ما فيش خطة لزراعة محاصيل معينة في قرية الأمل؟ لا هو فندم بالنسبة للناس ولا كلها صوب؟ لا في مساحة أولا الخمسة فدان اللي بيتكلم عليهم الدكتور جمال كمزرعة نموذجية إرشادية للمستثمر تجاوب على أسئلته. دي داخلة فيها المحاصيل الحقلية سواء شتوية أو صيفية كلا بمعاده، وداخلة فيها محاصيل الخضر أو محاصيل بستانية. برضو احنا بالنسبة لنا جاهزين للمنتفع في قرية الأمل اللي هيزرع محاصيل حقلية نجاوب على سؤاله ايه الصنف اللي انت عايزه. والله يناسب المنطقة ديت بالنسبة لأصناف الحبوب كيت وكيت وكيت، بالنسبة للأصناف المحاصيل البقولية تزرع المحاصيل الأصناف اللي هي تناسب طبيعة المنطقة، بالنسبة لمحاصيل زيتية لو عايز يزرع فول سوداني هناك بنقول له والله انت عندك الأصناف اللي تناسب طبيعة المنطقة من أصناف الفول السوداني ازرع الصنف الفلاني ومعاملاته الفنية ايه.
يعني وهيبقى في حقل في المزرعه النموذجيه دي، هيبقى في حقل ارشادي موجود للمحاصيل الشتويه في الشتوي وللمحاصيل الصيفيه في الصيفي، مرجع للمنتفعين بقريه الامل يرجع ويشوف، ويبقى الباحث موجود ايده في ايد المنتفع، لو في عنده اي مشكله بيقدم له الدعم الفني الكامل. ده مهم جدا، يعني مركز بحوث زراعيه هيكون ليه دور فعال في قريه طبعاً الامل طبعاً. وطبعا الحقول الارشاديه دي بتكون تحت اشراف حضراتكم بصفه عامه، ممثله فيها المعاهد المعاهد المختلفه طبعا، انا قصدي تحت اشراف المركز بصفه عامه. وبالتالي الحقل الارشاد ده يا جماعه مهم جدا، لانه ده مرجع. الفلاح على فكره لا يقتنع الا بما يراه بعينه، فالحقل الارشادي بنقول له اهو المحصول الفلاني اتزرع كذا، تم تنفيذ التوصيات الفنيه 1 2 3 وصلنا لاعلى انتاجيه، يبدا يزرع بنفس الاسلوب وبنفس الطريق. طيب بعد اذنكم خلينا نشوف مع بعض لقاء الدكتور عفيف بركات رئيس قسم الذره الشاميه ورئيس الحمله القوميه للنهوض بهذا المحصول في يوم حقل الذره الشاميه. إن ده نتيجة جهد الناس الباحثين العاملين في قسم الذرة، وده طبعا جهد مش هين. طبعا هو بالنسبة للقسم والله الحمد يعني كل سنة بنسجل هجين أو اتنين، وبالنسبة لحضراتكم اللي شفتوه ده زي ما احنا بنقول كده، يمكن السنة دي بالذات سجلنا حوالي 4 هجون صفرة، 2 ثلاثي اللي هم 360 و368 و177 و178، ودول هجون صفرة مبشرة ممتازة جدا مسجلة زي ما حضرتك بتقول، بتجيب أكثر من 30 أرداب بعمر، طول الأصناف كلها أساسا عندنا بتنتج أكثر من 30 أرداب. الحاجة التانية إن هي النباتات بتظل خضراء بعد الحصاد، ممكن نستخدمها سلاش بدون كوز. كذلك بالنسبة لأصناف البيضة عندنا برضو أصناف كويسة جدا وجيدة، وبرضو عندنا هجين جديد اللي هو مسجل 132، ده هجين ممتاز وبيستخدم في السلاج وفي يستخدم برضو كمحصول ومتميز. طبعا بالنسبة كمان زي حضراتكم شايفين كده، يمكن عندنا حوالي هنا أكثر من 50-60 هجين في البروموسك، هجوم مبشرة لسه هتدخل عملية تسجيل التقييم والتسجيل، ففي حالة دخول الهجون ديت في عمليات التقييم في المرحلة الأخيرة إن شاء الله هتسجل، وهتبقى هتدي قيمة مضافة لقسم بحوث الذرة الشاميه. الحقيقة مجهود رائع اللي احنا شفناه يوم حقل الذرة الشاميه، مجهود اللي قام بيه الحقيقه الدكتور عفيف بركات رئيس القسم ورئيس الحمله القوميه. لكن في ملحوظه الحقيقه استوقفتني انا شخصيا دكتور محمد دكتور جمال، ان عود الذره الاصناف اللي احنا شفناها اخضر تماما بالرغم من ان الكزال استوت، يعني انا ممكن اخد الكزال استخدمها لكن عود الذره اخضر يعني زي ما هو، يعني الظاهره دي ممكن انا هستفيد منها ازاي؟ انت عارف سيادتك كان في الاول كان الفلاح عشان خاطر ياكل المواشي فكان بيقعد يخفف في الذره ويقطع من النباتات الموجوده، وبالتالي اثر على انتاجات المحصول، والذره محصول مش تعويضي طبعا، النبات اللي بيتشال خلاص كوزه انتهى فبيأثر على الانتاج في الاخر. فطبعا الباحثين في برنامج الذره لاحظنا الملحوظه دي، فبدانا نربي في الاباء بتاعت الهجن الى ان الهجن الجديده تظل خضراء ستي جرين لغايه الحصاد، فبالتالي بتحصد المحصول وناخد الكوز ويظل النبات اخضر. منتجين الانتاج الحيواني والمزارع يقدر بقى ياخد النبات بعد حصاده ويعمله سلاش بدون كوز او يغذي عليه المواشي تغذيه مباشره، وده هيخلي المزارع ما يستخدمش هذه السقان او هذا المحصول في تغذيه المواشي عشان توفير المحصول بالظبط، لانه هو عنده الاثنين، عنده المحصول حصده واخده بالكامل وما اثرش على الكثافه النباتيه، وعنده النبات استيجرين لغايه الحصاد. تمام، دور المحطات البحثيه في النقطه دي كمان هو طبعا المحطات البحثيه طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنزود القيمه المضافه من اي شيء موجود عندنا ونستفيد بيه. هو طبعا المحطات فيها اقسام مخلفات المحاصيل، احنا دلوقتي بيعملوا زي ندوات ارشاديه بياخدوا العيدان الذره الشاميه بعد حصاد الكوز، لانه دايما اغلب الهجن دلوقتي صينيه الغرض، يعني ناخد منها محصول
ذره وبنستخدم العيدان في انتاج سلاج لان بتبقى كلها خضراء والقيمه الغذائيه بتبقى كلها عاليه. بناخدها بنعمل منها سلاج بعد الاضافات البسيطه وبتبقى حاجه للمزارع ان هو يزود العائد من وحده المساحه اللي عنده ويزود دخله بان يستفيد بيها في تغذيه الحيوان ويتغلب على زياده اسعار العلاقه المركزه اللي زادت بصوره مرتفعه جدا هذه الايام. فاحنا بنسميها القيمه المضافه من المنتج اللي موجود عندي، يعني اقصى استفاده من المتاح اللي موجود عندي. تمام. الاصناف الجديده او الهجن الجديده اللي احنا شفناها الحقيقه في يوم حقل الذره الشاميه بمحطه بحوث سخن، انا ممكن مزارع دلوقتي يعمل معايا مداخله ويسال امتى التهاوي دي هنلاقيه هتكون موجوده في السوق؟ لكن قبل ما حضرتك تجاوب ناخد محمد من المنوفيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا. بنرحب بضيوفك الكرام. واحنا بنرحب بحضرتك. الله يخليك. انا كنت كلمت حضرتك عن الذره الاحمر. وحضرتك قلت ان انا هنتبنى الموضوع ده ومحدش سال عني. والمحصول عندي 36 اردب للفدان ونص. 36 اردب ونص للفدان. طيب. وجمعت المحصول دلوقتي والتجوع عندي. انت في مركز ايه يا محمد؟ مركز السادات محافظه المنوفيه. السادات. طيب سيب بياناتك في الكنترول وهوصل بياناتك للدكتور عفيفي بركات. هتواصل معاك وممكن يعمل لك زياره. يعني حضرتك رحت لارشاد الزراعه في المنوفيه وبلغتهم. ووديت له معينه ورحت لارشاد السادات برضه وديت له معينه. والمحصول اللهم صل على النبي ما شاء الله يعني محصول كويس. تمام. نفس زراعه يعني. ما شاء الله. طيب تمام. ده 36 اردب دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا. احسن من الذره الاصفر. طيب يا حاج محمد. الو. ايوه يا شمعان. طيب سيب بياناتك في الكنترول والدكتور عفيفي هيتصل بيك ان شاء الله. مش بنشكرك جدا طبعا يعني الحمد لله يعني هو مزارع وصل ل 36 اردب كويس الفدان يا فندم. زي ما قلت لحضرتك الصنف موجود وفي حاجه اسمها ليلد بوتنشال الساعه الانتاجيه بتاعه الصنف وفي المتوسط العام وفي متوسط الحقول الارشاديه. الساعه الانتاجيه بتاعه الصنف ده البلاتو بتاع الصنف. كل ما المزارع يلتزم بالتوصيات الفنيه للصنف كل ما هيقترب ويوصل للساعه الانتاجيه. الساعه الانتاجيه دي مش حاجه نظريه، ده حاجه عمليه بتتم على محطات البحوث. يعني انا بقول التزم بالتوصيات يبقى انت اقرب لما يدور في محطات البحوث. تمام. وزي ما قال لي حضرتك ان في 36 ارداب ونص، لا في مزارعين زادت عن كده. واحنا قلنا تواضعا بنقول 30 على اساس ده المتوسط الحقول الارشاديه وليست الساعه الانتاجيه للصنف. هو يمكن بيقول الذره الحمراء، هو لو شرفني في المكتب اوريه الذره الحمراء موجوده عندي في المكتب وان شاء الله نسجلها. الهجين موجود ولكن لتسجيله عشان خاطر برضه يقابل ذوق المزارع المصري ان هو يقبله، لان دي حاجه هي ممكن تستخدم في ايه؟ في تغذيه الدواجن. دواجن. تغير لون الجلد تماما في بالنسبه للدواجن. ما هو العليقه بتتاثر وانا ليه طيب. عايزين الاصفر طيب. في الدواجن سواء بياض او تسمين عشان خاطر لون الصفار بتاع البيض يديلك لون اغمق في الصفار واجود، وبالتالي يعني بالنسبه لذوق المستهلك ان هو يقبل او ان هو يستوعب الذره الحمراء، لان هو دلوقتي متعود على الاصفر والابيض لكن هو ما شافش الذره الحمراء. هي كانت برضو غريبه الحقيقه بالنسبه لنا، ولكن بنسعد الحقيقه ان احنا نسمع من ان مزارع ان هو يقول انا حققت. طيب ارجع لسؤال لحضرتك، الهجم بقى والاصناف الجديده اللي احنا شفناها في يوم الحقل امتى تكون في متناول المزارع؟ طبعا زي ما قال الدكتور عفيف يمكن سيادتك سمعته في التحقيق اللي حضرتك عملته معاه، ان اقول لك احنا سجلنا اربع هجن السنه دي. الاربع هجن فيهم اثنين ثلاثي اصفر واثنين ثلاثي فردي برضو اصفر. مسجلين السنه اللي فاتت هجين فردي ابيض. احنا بنشتغل بخطه، الاصناف موجوده وجاهزه للتسجيل وتتابعا طبقا للمتطلبات عشان خاطر ما اقدرش اطرح الاصناف كلها مره واحده طبعا هيبقى في اهدار، لكن الاصناف موجوده موجوده جاهزه رهن التسجيل. الاصناف اللي شفناها ودايما بنبقى حريصين ان احنا على الاقل سنويا يبقى فيه صنفين على الاقل بيطلعوا للمزارع المصري سواء كان من الذره سواء كان من القمح سواء كان من الرز صنف من الفول من جميع المحاصيل الحقليه.
يعني ممكن في الموسم الجاي نلاقي بعض هذه الاصناف موجوده في باذن الله في اصناف ورقها موجود في لجنه تسجيل اصناف حاليا من اللي احنا شفناها في يوم الحقل. تمام. لان انا بحط في نصبي يا فندم مصلحه المزارع المصري والانتاج. دي بلدنا، ما احنا بنشتغل ليه؟ طبعا احنا بنشتغل في منظومه طبعًا. بنشتغل للبلد. طيب ايه اللي يحفز المزارع يا دكتور جمال من وجهه نظر حضرتك؟ يعني اللي يحفزه انه يزرع محصول معين زي الذره الشاميه مثلا. يعني احنا بنتكلم بصراحه زي ما احنا متعودين في هذا السياسه المزارع. السعريه والسياسه التسويقيه. ايوه. يعني يكون في سعر مناسب يضمن اربحيه للمزارع، هيصرف وهيشتغل، عاوز عائد، عاوز يفرح. فلازم يكون في سعر استرشادي، سعر محفز يضمن ربح. السياسه التسويقيه برضو هيطلع المحصول هيسوقه ازاي، واخد بال حضرتك؟ فلازم يكون في سياقه تسويقيه موجوده تضمن تسويق المحصول. ودي يا ريت احنا دايما بننادي بيها في المحاصيل الاستراتيجيه اللي بنعاني منها من نقص الانتاجيه. على مستوى المساحات، يعني زي اللي حصل في القطن. تمام. يضمن دلوقتي حصل ضرب في القطن، الناس ما زرعناش حاجه، نعتبر يعني ما زرعناش نص المستهدف. فدي لو اتحط سعر استرشادي مناسب تضمنه الحكومه، برغم ان القطن ده كان المحصول اللي بينتظره الفلاح، يعني كان يوم جمع القطن ده كان بيعتبر يوم عيد. لانه تمام يوم جني القطن ده يوم عيد، لانه بيسدد كل التزاماته ويبني حياته، دخله من هذا المحصول ويبني حياته منه. بالظبط. فدي سياسه تسويقيه جيده بعد السياسه التسعيريه، هنضمن ان المزارع هيقبل على اي محصول نقول له، خصوصا المحاصيل الزيتيه. ايه مشاكلها؟ مش عاوز يعني اتجاوز. طيب الدكتور محمد يعني. احنا هنتنينا على طول نقول سياسه تسويقيه وسياسه سعريه، وهنتنينا على طول نقول هذا الكلام. امتى يتحقق؟ امتى يتحقق بقى؟ امتى المسؤولين يحسوا بمعاناه الفلاح المصري؟ ما احنا كل موسم بنقول هذا الكلام، كل سنه بنقول هذا الكلام. انا بتكلم بصراحه، كل سنه. وطبعا اللي حصل في القمح السنه اللي فاتت لا يخفى على احد، ال 1300 جنيه، وقلنا الكلام ده غلط، قلنا الكلام ده غلط ولم نخشى احد، قلنا الكلام ده غلط ورجعوا فيه اخيرا، ورجعوا تاني ال 420 جنيه. هو ليه احنا تصرفاتنا بهذا الشكل؟ كل سنه بنقول هذا الكلام. امتى بقى تكون خطواتنا وقراراتنا استباقيه للي هيحصل؟ ما تكونش قراراتنا ردود افعال. ليه دايما قراراتنا يا جماعه ردود افعال؟ ارجوكم، ده سؤالي لكل المسؤولين على فكره في جميع المجالات. ليه ما بنبداش نتصرف غير لما تحصل المشكله، وقراراتنا بتكون ردود افعال؟ ما احنا بنقول الحلول من دلوقتي، وبننقل للمسؤولين معاناه الفلاح المصري من دلوقتي. خد بالك، الفلاح اذا ما كانش هيلاقي سعر مجزي لمحصوله مش هيزرعه. هيزرعه ليه؟ وعلى فكره ده كلام منطقي. لازم يبقى سياسه تسويقيه وسياسه سعريه مسبقه قبل زراعه المحصول. مظبوط يا دكتور محمد؟ مظبوط يا فندم. يعني انا لو هعلق على الكلام ده حضرتك هرجعك شويه للماضي. اتفضل. لو رجعنا للتسعينات هتلاقي سيادتك ان في الفتره ديت كان التبن اغلى من القمح، وبالتالي كان مساحه القمح اللي بتتزرع ما بتوصلش 1.5 مليون فدان. لما الدوله عملت سعر للقمح 420 جنيه للأرداب، زادت مساحة القمح ووصلت ل 3,400,000 فدان اللي احنا شفناهم. البنجر ما كانش له وجود على الخريطة المصرية. لما اتعمل له زراعة تعاقدية وبدأ المصنع يدي تقاوي وياخد المحصول، بدأ البنجر توصل مساحته 500,000 فدان في منطقة النبرية. فول الصويا نزلت مساحته لما بقى اقل من 18,000 فدان. لما اتعمل مصنع اسيوط والمصنع بتاع كارجل وبدا سعر فول الصويا يتحسن، المساحه اللي منزرعه من فول الصويا زادت، والطلب على التقاوي دلوقتي موجودين بيطلبوا التقاوي اللي لسه ما اتحصدتش عشان خاطر مساحه فول الصويا. وهكذا لما سعر الذره نزل ايه اللي حصل؟ الرز زاد، وبدانا استيرادنا يزيد، وبدا جمله انتاجنا تقل. فهو المزارع عايز يعمل بيه. سيادتك المزارع عايز يكسب، عايز يزرع، وراه التزامات، وراه بيت، وراه اولاد، عايز على الاقل ايجار ارضه يحققه من محصول اللي زرعه. ده اللي اقدر اقوله. المزارع عاوز يعيش. بالظبط كده. زيه زي اي مواطن مصري. بالظبط كده. وانا قلت قبل كده وفي الحلقات السابقه، المزارع مش موظف، ما بيجيش اخر الشهر يقبض، سواء بقى اشتغل ما اشتغلش، راح شغله ما راحش، انا بكلمكم بصراحه. لكن المزارع
لو مش هيزرع مش هيلاقي ياكل، واحنا كمان مش هنلاقي ناكل. والله انا بتكلم بصدق، المزارع لازم نبص له كويس جدا، الفلاح المصري. وبعدين هو الفئه الوحيده يا جماعه زي ما انا قلت وكلام مقرر وهظل اقوله، الفئه الوحيده اللي عندها انتماء حقيقي لهذا الوطن، لا طلبت بمطالب فئويه معينه، ولا عملت اضراب، ولا عملت مظاهرات، ولا عملت اي حاجه، من 25 يناير شغالين. يبقى الفلاح المصري ده لازم يعني نشيله فوق راسنا ونكن له كل التقدير وكل الاحترام. مش وزاره الزراعه بس بقى، انا باكد اهو، مش وزاره الزراعه فقط هي اللي تعمل من اجل الفلاح المصري، جميع الوزارات المعنيه، لان الفلاح المصري عنده مشاكل لا حصر لها، ليس في الزراعه فقط ولكن في الخدمات. الفلاح المصري ما عندوش وحده صحيه تليق بيه موجوده في قريته، ما عندوش وحده بيطريه، ما عندوش طرق مناسبه، ما عندوش صرف صحي، ما عندوش في بعض الاحيان مياه شرب صالحه. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، هو ده الفلاح المصري، وهي دي معاناه الفلاح المصري، ليست في الزراعه فقط ولكن كل الوزارات المعنيه الحقيقه لازم يكون ليها دور للنهوض بالفلاح المصري، لان لما ننهض بالفلاح المصري هننهض باقتصاد هذا الوطن، لان مصر هي بلد زراعي في المقام الاول. للاسف الشديد وقت الحلقه انتهى سريعا مع حضراتكم، وفي نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا نتقدم بجزيل الشكر للاستاذ الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه مركز البحوث الزراعيه. بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا يا فندم، شكرا. والشكر الجزيل ايضا للاستاذ الدكتور جمال سرحان رئيس الاداره المركزيه لشؤون المحطات والبحوث بمركز البحوث الزراعية. بشكر حضرتك جدا يا دكتور جمال على هذا اللقاء. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الثلاثاء القادم بمشيئة الله، لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.